شكر المايسترو رامي يعقوب على هذا الأداء المتميز، ودائما البراءة راح تبقى معنا وراح تتواصل معنا هذا البرنامج إلى غاية السادسة مساء. مساء الخير عليكم مشاهدينا، صح عيدكم. إذن بعد 10 مباركات من أحب الله عند الله، من أحب الأيام عند الله عز وجل، واتباع لسنة نبينا إبراهيم الخليل وتقربا لله تعالى. دائما أكيد تلفزيون الجزائري محاضر معكم باش يشارككم هذا المناسبات الدينية ويتقاسم معكم فرحة العيد، وسعيدة جدا بلقاء معكم في اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، ويرافقني دائما زميلي وصديقي حسان بوسبولة. صح عيدك وكل عام وانت بخير. ربي يحفظك سلوى، صح عيدك، عيدك مبارك لك ولكل متابعينا الأعزاء. طبعا بلغة الفنانين ولغة شيماء ونور الدين زي الحاضرين معنا وضيوف كثار، في القفلة دائما تاع السنتي نقولوا الله الله وبسم الله بدينا، وعلى نبينا الحبيب صلينا نتلقاو بكم على المباشر في ثاني أيام العيد الأضحى المبارك بفرحة نصنعها من الدار الكبيرة من بلادنا الحبيبة العزيزة من التلفزيون الجزائري والجزائر تاعنا اللي في القلب. ربي خلينا إن شاء الله خاوة خاوة في بلادنا الحبيبة الجزائر. سلوى سنلقاهم إلى غاية السادسة صباحا بطقم تقني مساء. صباحا، أنا قلت صباحا، ظلمك ليش بوز اللوف. نكملوا ثالث عيد إذا. يلا سلام. صحة عيدكم، الله يدوم هناكم والله يزين أيامكم. صحة عيد لكل الشعب الجزائري، الأمة الإسلامية جمعاء، وأبائنا وأمهاتنا المتواجدين بديار العجزة، وبلا ما ننسى مرضانا المتواجدين بالمستشفيات. نقول لكم صحة عيدكم، وبلا ما ننسى أيضا جاليتنا المتواجدة بالخارج، صحة عيدكم كل عام وانتم بخير. الحين نرافقوكم في برنامج حين نحاولوا نوصلوا لكم فرحتنا، فرحة العيد، من استوديوهات التلفزيون الجزائري على القناة الأولى والقناة السادسة في برنامج عيدنا بالصحة. إن شاء الله عيدنا بالصحة ولنا حتى السادسة مساء بحول الله، بطاقم سيكون حاضر معنا ببلاطو وبلاطوات متنوعة بحول الله، وبث مباشر كذلك سيكون من محطة عاصمة الشرق الجزائري قسنطينة. تحية لكل القسنطينيين، لكل الجزائريين بحول الله. قبل ذلك، قبل ما نتحدث مع ضيوفنا ونستقبلوا ضيوفنا، نقدموا لهم هدية. أكيد. يلا يلا يلا. رايحين نقدم أغنية لقصيدة إبراهيم الخليل بصوت الفنان سمير تومي. يلا مشاهدينا تفضلوا. استغفرت قبل ما نقول، استغفرت قبل ما نقول، ندمت نهار وليل على النبي الرسول إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل أتاه ملاك في المنام، أتاه ملاك في المنام قال له ابنك ضحي، سمع عليه السلام طار النوم عليه، طار النوم عليه تلت ليالي بالكمال، تلت ليالي بالكمال ويوقف عليه، ضحي ابنك الغسل لا طلب عليه، لا طلب عليه. من وفزع الرسول، من وفزع الرسول قالوا الطاع عليه، دمعه تسيل لا تزول علي عزيز عليه، علي عزيز عليه، صباح كزياق الفجر، صباح كزياق الفجر عيط الإسماعيل، بنو فر من الحجر تعموا لحنين، تعموا لحنين، خرج الرسول الفضاء، خرج
وجه الراس والفضل تمر في عيني. قال الصابر للقضاء رغم من ضحي رغم من ضحي نشف دموع الشقا نشف دموع الشقا ورجع لإسماعيل لقى زوجته معنقه ولذا الحنين ولذا الحنين. سيدة سيدنا إبراهيم الخليل من توقيع الفنان القدير نحييكم بالمناسبة نقولوا صحة عيدك فنان القدير سمير تومي وتحية من خلال لكل الفنانين الجزائريين. ذكر فقط هذه القصيدة اللي كشتوها الآن على المباشر في هذه العشية كانت مدة أمس عبر قنوات التلفزيون الجزائري في حصة متميزة تميز الضيوف تميز منشطين أكيد الحسون عيطوا الحسون محسن بوزرطيط وأمال ما نساوش أمال طبعا وكل اللي خدموها كانت بتحفة بتقنية وبتحفة والمخرجنا كذلك الحبوب سمير أيد العمرة. يلا على بركة الله نبدأ ورحبوا بضيوفنا. فقط خلينا نقول لمشاهدينا نضحك ونبتسم والله نحو شوية على قلوبنا كما نقولوا. يلا ستفضل. والقعدة كما راكم تشوفوا فيها هي قعدة اللي تليق بمقامكم مشاهدينا مزينة بحلويات تقليدية وبضيوف شرفونا. معنا شيماء بن عياد فنانة شابة من خريجي مدرسة ألحان وشباب الطبعة الثامنة. مرحبا بك معنا صحة عيدك كل عام وانتم بخير إن شاء الله. صحة عيدكم كل عام وانتم بخير. صحة عيدكم الشعب الجزائري. ربي إن شاء الله ينعاد علينا العام الجاي بظروف أحسن من هكا. إن شاء الله نشوفوا أهلنا وأحبابنا اللي ما قدرنا نشوفوهم بسبب الكورونا إن شاء الله يشفي إن شاء الله يا رب كل واحد مريض وإن شاء الله يا رب يبعد علينا هذا المرض. ومعنا أيضا نور الدين التسيري الفنان المتألق في الأغنية العاصمية. مرحبا بك وصحة عيدك وكل عام بخير إن شاء الله. مساء الخير أخت سلوى. مساء الخير أخ حسن. مرحبا. أقول لكم كل عيدكم مبارك كل عام بخير نعاد علينا بالصحة والهنا والبركة إن شاء الله الأمة الإسلامية والأمة الجزائرية. نشكركم على الضيافة هذه. نعم مرحبا من مدرسة الفن إلى مدرسة الرياضة هذه المرة. مرحبا. أنت رحبتي بمدرستين وأنا عندي مدرسة في اثنين. أنا عندي مدرستين لاثنين. عندي مدرسة الرياضة نرحب بك لطفي الرياضة وبعد البعيد خويا شوف كورونا والكاراتي غير يعني البعيد. مرحبا لطفي. الله يهنيك خويا حسن. صحة عيدك. صحة عيدكم ونهنى الأمة الجزائرية شعب جزائري كامل وصحة عيدكم وإن شاء الله في هاد كما يقول لك العشر الأواخر ربي يرفد علينا هاد الوباء وهاد البلاء إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. والله يشفي جميع مرضى المسلمين إن شاء الله والله يرحم جميع موتى المسلمين ثاني. آمين يا رب. مدرسة الرياضة إلى مدرسة المدرسة نرحب بها درك نحبها بزاف بزاف. يا ودي بعشر صنعات مدرسة الطبخ صبرينا والحلويات والصناعات التقليدية والتراث. مرحبا صبرينا وصحة عيدك. امين الله يجمعنا على خير ان شاء الله يا رب الاحباب والاقارب. نعم نعم. يلا يلا نرحب بضيوفنا. نعم نبداو بفناننا نور الدين التسيري. نقول لك وجدرت البارح في اول ايام عيد الاضحى المبارك. يلا شنو نقول لك على غير العاده ما فين على كل حال صباح صلاه العيد وكلش قدامنا. البارح صلينا في الدار على كل حال ومن بعد رحنا الذبيحة. احنا كما قال الأمة الإسلامية ربي يتقبل منا تعرفي هذاك اللهم يوصل الجو العائلة هذاك تاع تشد منا وقطع منا ودمنا دونك دوزنا نونسومبل فاميليال اون امبيونس فاميليال كنا جو عائلي كما قال الجزائريين وشويه زعاف شويه ضحك شويه بنا وجوزناها وربي يتقبل منا ان شاء الله. نبداو بالرجال من صبينا خلينا نروحوا صباح الخير. احنا معروفين الرجال برا. نعم. جيب الحبيله جيب منا صافي. فوالا. شفت البارح. وحاجه الاولى صلينا صلاه العيد في الدار. لا غالب كنا نروحوا المسجد كذا دوك سي بون عندنا بابا هو يصلي بينا. احنا عائله صغيره. ما شاء الله. تباعد كاين. ما الحمد لله. انا يسحقوني في كبش غير نفيض هذا ماك هو ضربه بكاطر ضرب الكبش بكاطر بطل رياضي وراح تكون وكنت ايضا بطل البارحه اكيد ما نكذبش عليك البارح هو اللي تكانت ما ننفض برك
أنا نحطه في الأرض وهو تكا أبا بكاتا حسن هذا ما هذا بكاتا شغلت في أبو زلوف والله والله العظيم عاونتها شوية خصوصا كان عنده القرون عنده القرون صحيح كي تنحيه تما هذيك هي لازم يسحق عليها شوية ثانية سبيسيال يقول لك المرات ما تحبش نحي لها برك القرون كل ساعة هذا ما صح أنا نصارحكم والله ما نعرفش ندير لي ني زلوف بو زلوف ني دوارة دوارة نو أبدا شنا في أنا أنسحب أنا بنتي شو ظاهرة ظاهرة غريبة شوية ولا نعديم ما بعرف شو توقف التواصل الاجتماعي الناس ترمي الدوارة والزليف ترمي حشق لا بالك أنا ما نرميش بوختان كبش العيد البنات تاعو حدها أنا شلون هذا راه تاع تراديسيونيل يا خويا حسن نب حرقة إلا رميت هذوك علاش تدي بحق أنا للشغل تاع العيد أه وي ريحة الدوارة وريحة الشواط وريحة الدوارة شيبة بالعياد نحب كبش العيد من اللي يبدا ولا عاونتهم بالماكلة شيبة والله طيب تفطر وعاونتهم بالماكلة بابا هو اللي هو اللي يذبح هو اللي يشوط هو اللي يخسر لنا الدوارة جنبها لنا احنا نقينا هذاك التنقية الصغيرة اللي كاينة هذا ما كان مي انا حطيت الفطور شويه كبده انا بزاف كايناش كبده شريت شويه كيما نقولوا حنايا درنا جو سامبل نورمال مي العيد فوالا المهم يكون جو عيد ومالوغوزمون ما قدرناش نشوفوا لي فامي تاعنا ف اكوز دو فوالا ظروف ديما تناش الانسان باش يدير السنه فوالا ظروف خاصه في هذا العيد طبعا سلوى حنا كاعلاميين طبعا متواجدين دائما في التلفزيون الجزائري باش نخدموا المشاهدين حتى الان كل واحد عنده مسؤوليه الان خاصه في الكوفيد وجا رمضان وجا العيد الصغير وجا العيد الكبير وان شاء الله يا ربي يروح لنا هذا المرض نور الدين زيري شفناك في في وسائل التواصل الاجتماعي الجمهور يطلب عليك بزاف يحبك بزاف كما كنت مستحيل انت يقيدوك انت يدورك في دورك في قطي تغني كما يقول يلا واش درت في هذا الكونفينمون في هذا والله غير شوف معلول ديبريمي كاع شغل لنا ومن بعد الانسان لازم يقبل لا سيتياسيون لازم نعيشوا معها الله غالب دونك انا قريب في 6 شهور ماشي بون درت سانغول حاجه جديده درت ان تيتر جديد و درت دي تيتر جديد يعني دو لا تروا تيتر جديد من بينهم واحده سجلتها تري بيان واحده سجلتها وان شاء الله شحال عندها من صور نقول لك واحد الان ام مواد هكا ام مواد ماغدك سجلتها ان شاء الله قريب انا كنا نستنى الدور باش تحسن ان شاء الله باش نصورها مازال ما خرجتش مازال لا ان شاء الله باش نصورها تشوف الرنه من تاعها وكابيلا طلع مش الجيرو يعني حاجه شابه معليش نقول فيها رامي وهنا يا رامي نحييه ونعاود نحييه رامي يعقوب شد الرنه برك وبعد نعم زينة زينة ليام الزينة الفرح يجينا علينا يدوم زينة زينة ليام الزينة الفرح يجينا علينا يدوم شحال بكينا ومصرفينا شحال بكينا مصرفينا افتح يديك واستنى الخير طمع في ربي العالي الكبير افتح يديك استنى الخير طمع في ربي العالي الكبير عمر قلبك بحب الغير ما تكره الناس الكره من التكفير عمر قلبك بحب الغير ما تكره الناس الكره من التكفير واو 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 ان شاء الله انا نوفوتيتر ان شاء الله والله غير حنينه فيها حنه مش تاع كيما قلت تمد شويه امل تمد شويه لاجوا تمد شويه وصابرين ايضا حضر معنا وحاضر معنا حضر معنا ايضا الاصاله والتراث نعرفوا احنا العيد الاضحى معروف باللحم احكي لنا كيفاش والحلويات تكون قليله تكون قليله كيفاش المراه الجزائريه تحضر لهذه المناسبه وحنا عندنا محل في القبة تاع خالي نبيل
هو معروف من زمان طاير يخدم بزاف مع نور الدين الجزائري يطلع كيما لاميو يجلس هكا روح هذا لا روح كيما فالونتينا بون شوفي عيد صغير الناس شغل عندها لا دوموند تاع الحلوى باسكو علاش عندنا ديك العادات عنده تبسي مرجعنا تبسي مي عيد الكبير ما فيش لا دوموند بزاف هكا جوست هكا كاش قسم بيناتهم ديكوراسيون اي تو مي بارابور عيد صغير هو اللي فيه طلبيات كثر مي كانت ماشي حاجه وحنا جوست لا بيريود تاعنا تاع الخدمه تاع الصيف تاع العراس كوم جات الكورونا الناس نقصت دوكا ولاو يخافوا. نعم كنت حضرتي الحلويات في العيد الاول البارح واليوم قولي لنا وجبتينا معاك. بون انا الديكوراسيون تاعي كانت تي البارح جبنا مخبز لوز جوز شارك مسكر عرايش لي فروي مغروط العسل بقلاوه شارك العريان لا لا يعطيك الصحه الحلويات جبنا بقلاوه هذو كامل تاع تاديسيونال ما تاديسيونال ما سميتي حتى حاجه مودرن لا لا عندنا مودرن مي بصح كنا درنا واش درنا تاع لي كانوا دوموند في يامات العيد اللي درناهم جبناهم لكم البارح صافينا باش تسمحي لي سلوى حبيت نسالك سؤال برك معروف انه العيد الصغير قاطو حلاوي نعم زمان تسلوى انت في كل ريجيون تاع الجزائر زمان العيد الكبير حبه زوج ما نديروش غاغوي نادرا ما تلقى اسره دير لكن نشوفوا السنوات الاخيره نشوفوا كل الاسر الجزائريه بزاف يدير في الحلوه والقاطو في العيد الكبير علاش هذا؟ باسكو دوكا المهيبات دوكا ماشي نقولوا غير اللحم 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 الناس كي تجي تشرب قهوه على غفله لازم تكون عندك حاجه هكذايا بس قبلي ضيوف لكن هاد الظروف اليوم تسمح اليوم وخاصة هاد العيد راح يكون ديروا قاتو حبة كما نقولوا نوع شوفي أنا ما نكذبش ولا كاين اللي جاو داو دوك نقول لك ما يروحوش ما يزوروش هادي والله ما على بالي مي كاين اللي داو حنا نقولوا هكا الناس نقصت ماهيش تخرج بصح لا كاين اللي يخرجوا ما ما تقدرش زعما وحده ما تحشو في ماها ولا خوتها ولا هادو مال الاقارب دي فريمون بروش بروش ما يروحوش عند العمه وخاله سي سونسي تقول لك البويطه معاهم ونعاودوا نذكروا باننا نعيشوا فتره حساسه تطلب منا العزله لكن العزله ليس التباعد الاجتماعي بل تباعد مؤقتا حتى نعاودوا نقضيوا على هذا الفيروس ونعاودوا نرجعوا لحياتنا الطبيعيه. لطفي كرغولي انت رياضي والرياضي معروفين برجيم خاص هل في العيد تطلق روحك وتاكل لحم القاتو؟ اختي سلوى ملي جات جائحه الكورونا هذه دوكا لي زونطريمون حبسوا كي صالت ما ماش نروحوا لهم تسمى كل واحد يونطريني وحده تسمى دوك الريجيم هذا مع رانا روب وكذا ناكلوا شويه باش ريكوبيري والمسكل ديالنا واش في العام كامل بريباراسيون ديالنا تسمى دوك شويه كبده شويه لحم هذيك لازم ميك شور ماشي تطلق روحك وين ما تزيد والقاطو مين داك باسكو السكر الكور ما ما يدومونديش بزاف نعم عباك انا عندي لك واحد الحكايات ماشي حكايه نقبت شويه عليك لانه قالوا لي جاي واحد من الكاراتي ومدي الله يبارك تم عندك تم جوائز وتم شهادات لا 8 ولا 9 بلا حساب جوستوم هذو اللي باينين قال لك 8 ولا 9 قلت خفت شويه على روحي من بعيد قلت واحد يكسر معك ماشي امتر يدبي واحد 6 متر لي خويا لكن قبل ذلك خليني قبل مع اسمح لي محسن قبل خليني نروح تعرف زمان كان الفنان اللي يقال له غني يقال له تعرفيها هذه لا انا مانيش حاب نقول لك غني ولا نقول لك حبيت نقول لك شيماء اعطيني النايه اغني فالغنى لحن الحياه يلا تفضلي يلا اغنية فيروزي يعني فهمها براسك سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتيب وأخذها الهوى بعز علي غني يا حبيبي لا أول مرة وما منكم سوا سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع وعتلوني غمضت عيوني خوفي للناس شوفوك مخبى بعيوني ورب الهوى مكان الهوى لأول مرة ما منكن سوا أنشيني ناس سمعين الهوى أنشيني يلا رامينا أنشيني يلا
نور الدين على الوقفة. نور الدين نور الدين نور الدين على الوقفة. يلا شهامة يلا يلا نسمعين الهواء يلا يلا نسمعين. نسمع علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى داخل الهوى خدني على بلادي. نسمع علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى داخل الهوى خدني على بلادي. تزعلي يا قلبي وتكبر فيها الغربة، يعطيك الصحة فنانتنا. مرحبا كيمارك 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 يلا وشيني. يعطيك الصحة فنانتنا شيماء بن عياد من الأغنية الجزائرية الشرقية إلى الأغنية الجزائرية. محلى ذي العشية، محلى ذي العشية معاكم أنتم مشاهدينا اللي راكم تشوفوا فينا من خلال التلفزيون الجزائري على القناة الأولى والقناة السادسة. محلى ذي العشية بصوت نور الدين تزير. يلا تفضلوا مشاهدينا. على ضي القمر جت حبيبتي ليا، في بستان الورد والزهر جلسنا في خفايا على عصف الوطن. روح ارحم عليا قلبي شعلت نار. محلى ذي العشية على ضي القمر جت حبيبتي ليا، في بستان الورد والزهر جلسنا في خفايا على عصف الوطن. روح ارحم عليا قلبي شعلت نار، قلبي شعلت نار. يا روحي ارحمني بيك الفراق ذي العشية على ضي القمر جت حبيبتي ليا، في بستان الورد والزهر جلسنا في خفية على عصف الوطن. روح ارحم عليا قلبي شعلت نار. محلى ذي العشية على ضي القمر جت حبيبتي ليا، في بستان الورد والزهر جلسنا في خفية على عصف الوطن. روح ارحم عليا قلبي شعلت نار، قلبي شعلت نار. Yeah.
احلى العشيه على ضي القمر جت حبيبتي ليا 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 في بستان الورد والسهر جلسنا في خفيه على عزف الوتر روح ارحم عليا قلبي شعلت نار محلة العشية على ضي القمر جت حبيبتي ليا في بستان الورد والسهر جلسنا في خفية على عزف الوتر روح ارحم عليا قلبي شعلت نار قلبي شعلت نار. واو محلة العشية واحدة من نغمات المحطات النغمية تاع الزمان تاع العصر بس مشي العصر الذهبي العصر النية كانت النية اللي غناها أو صغار شوية وحاضر معنا نضين مرحبا 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 حسن أبيش هاد الأغنية معروفة تاع التراث تاع الغازي هاد الأغنية تاع الغازي اللي نحيوه غناها الغازي وهاد الكليب هذايا كان في إطار واحد المبادرة دارتها مؤسسة التلفزيون تكريم 2001 تكريم فنانين قدم كنا بزاف فنانين كان شباب فنان وكنا بزاف شباب اللي مدونا أغاني قدم تاع على حسب الصوت على حسب الستيل كل واحد واش خير انا طحت في طحت في محلات العشية باسكو لو ستيل اللي نقدر نقول لك ما انا كما سبق وقت للاخت شيماء خارج طبعا حنا شباب 87 من جاي كان جايك دونك حنا الانطلاقه تاعنا كانت سبحان الله زاد في 87 وخرج في اللي شوف يقول زاد في 87 لا كانت الانطلاقه ديال الاغاني تاع الغازي سامي الجزائري الله يرحمه كنا تم تربين عليهم على غير الاغنيه الشعبيه الهاشمي وعمر وكذا مي حنا اونك شباب زعما نحبوا لا شونسون مودرن احنا شال سامي الجزائري الغازي لاماري الله يرحمه لاماري الله يرحمه حيو العائله تاعو الاسره تاعو نعم الفنان نور الدين الدزيري علاش خيرت الفن وانت كنت حاب تكون لاعب كره قدم هذا سر والله غير شوفي قلت المكتوب على كل حال المكتوب انا لعبت بالون في كاتيجوري جان لعبت بالون حتى الجونيور فريق لعبت ذاك الوقت سيتي لعبت بديت في بلدية القصبة لي ار بي سي ونقاش كان وليد القصبة بديت تما ومن بعد انتقلت ل سيتي غران كلوب سي سي ار ذاك الوقت من العاصمة كان لعب في الأدوار الأولى ومن بعد لعبت عام في اتحاد العاصمة مليح ومن بعد رحت للضمة الاجتماعية هذو كانوا فرق يعني ينافسوا الفرق الكبار كانوا ينافسوا فرق كبار ذاك الوقت الضمة الاجتماعي والسي سي ار كانوا ينافسوا المولودية وينافسوا ومن بعد ما كتبش المكتوب كان عندي ميول للفن كان عندي ميول كنت تحب الفن اكثر من كي كنت في المسيد ما كي كنت نقرا في البريماري تو كي يديروا غدا مناسبات ولا جيتي توجور لو سوليست زعما هنايا زعما شغل لو سوليست هذيك الاخرى وكبرت فينا هذيك الاخرى حتى جات لو فرصه تاع الحنو شباب وبارتيسيبينا وكنا ضمن المجموعه اللي نروحوا لشيماء ونقول لها هو قال الحنو شباب مدرسه الحنو شباب توحشتي المدرسه توحشت لي مومو هذوك الشباب يجي وسطهم فيها توحشت لا سين تاعها وي توحشت نغني سيغ سين في المدرسه باركون سي تو انا واش توحشت الذكرى اللي ما تنسيهاش نهار خرجت نوميني باسكو عطاوني اغنيه ما تخش على لافوا تاعي باسكو يمبوزيونا غنى ونهار خرجت كاع من لا كومبيتيسيون والغنيه اللي كنتي راضيه انت عليها كيما غنيتيها في البرايم هي الغنيه اللي غنيتها في الكاستينغ فينال سيتي لا سول شونسون اللي كنت راضيه عليها اللي كنت حابه نغنيها واللي غنيتها باغ كونتخ كي دخلت ليكول يمبوزيو عليك غنى يقولوا لك سي بارابور على 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 بارابور على لو تيمبر دو فوا تاعك وما كانش بارابور لو تيمبر دو فوا تاعي حسيت بلي هذوك الغنى حطموني او بوان كمرضت من احنا شباب وليت نقدرش نغني قال لي طبيب عام سي ما تهضريش وما تغنيش باسكو لو كورد فوكال تاعك تجرحو نعم تالمون يعطوك دي غام بزاف قويين عليك تالمون يعطوك غنى ما يخرجش عليك باش خلينا ندخل الان غير لا احمل الدستور كيما يقولوا المصريين اسمح لي يا محسن شيماء 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 انا نقبت عليك شويه ما بيش شفت البروفايل تاعك في وسائل التواصل الاجتماعي شيماء بديت لك من 2017 و 2018 شيماء في خبر مفرح عندها ديو مع فنان الفلاني عندها بروشان مودوي ديو مع الفلانه الفلانيه عندها 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 قلت تخي بيا ولا غير ما شاء الله الطفيله هذه اي رحت نتبع سما جيت 2018 واني جاي
ما كان والو ما كان والو ما كان والو ما كان والو على شيماء كو دي بروميس خلاص هلا واش صرا في هذيك الحكايه بصراحه جو سي با شوف كل مره شكون يجيك فنان يقول لك نعاونك ندير معاك ديو ولا ندير لك ونعاونك ندير معاك ندير لك اغنيه ما في احنا شباب احنا شباب كيما اللي دار اللي درنا احنا شباب اللي كنا مع عنده قال لنا بلي احنا شباب راح تروحوا ديروا احنا شباب شو وديروا تورني على كاع لي ولايه بالك نخرجوا كاع من الجزائر نوجدوا لي باسبور وجو سي با كوا من بعد ما كان والو ما كان والو ما كان والو شيماء انتم من غير الغناء كنتوا تمثلوا في مدرسه الحان ديروا لكم شباب احكي لنا على هذه التجربه وي صعيب الغناء حسان نوجه تحيه كبيره علمنا فريمون علمنا حاجات كيفاش اللي كانت فيه لوحه صح كانت فيه لوحه كنا نديروا لوحه تعلمنا نشطحوا ثاني ماشي دونس لا كوريغرافي تعلمناها سورتو كما قلتي التمثيل سي فري تحسي دخلنا في تحس ملي دخلت في عالم الفن خلاص تو ان ارتست حبس 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 كيما راكي بعد خلي يديك هكا خلي خلي دقيقه دقيقه خلي يديك هكا غمضي عينيك تفتحي شوفي تدخلي في عالم التمثيل تدخلي يلا بعد شوفي 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 أبعد هاكي قلتي عجبتك كثير شيماء رجعنا لك شويه لورا محسن هذاك صحه حتى لولا ما على بالي بلي كاينه رجعتي لور شفنا شويه دموع في عينيك دموع الاشتياق دموع توحشتي ولا وش بزاف صوالح تفكرتهم شيماء بن عياد احساسك وانت تشوفي روحك وانت طالبه في مدرسه الحان وشباب ما قدرتش نمد واش حبيت نمد تمضي في مسارك الفني صح بنتي شيماء بنتي صح بنتي ما
اوكي بنتي وراكي معنا في بلاطو الان ماركو فنانه مي دوكا شافي عامين واش درت اي كورونا الله غالب ماشي باسكو كورونا لطفي هذه غلط خويا ماشي باسكو كورونا بركا يعني قبل كورونا قبل ما تجي كورونا كنا شيما شيما ان النجاح يجي بالعقل وي يجي وما نعرفوش الفرصه وين ديك ليك هذاك تنفجر الفنانه المتالقه النجمه شيما مازالك صغيره ان شاء الله مازال والعمر مازال ان شاء الله نضحكوا صح ولكن هو التلفزيون الجزائري دائما يفتح ابوابه للفنانين والممثلين دائما هو البيت الثاني يحاول يكون البيت الثاني ويقدم ويساعد هذه الفنانين هاو نور الدين نور الدين الله يبارك تزيري فنان بدا واش من عام دخلت الحان والشباب 87 شوفي لو تسقسيه وتساليه وتقول له هل نجحت من اول خطوه يقول لك يا حسره واش متراجع بغاشي واش حابين نقول لك بالعكس بداية النجاح هو الفشل لازم تفشلي ماشي تفشلي لازم تعثري باش تعرفي توقفي كما لطفي نهار الاول بديت كاراتمان انت تاع عندك شوف لطفي اللي تشوف فيه الناس والله كي كان في عمره 5 سنين بدا الكاراتي تصور مره واحد الوسائل الاعلام قالوا شي مثلك الكاراتي قال لهم خويا اللي ما جابتو شي موهبه فهبالي هذه رد جا في الدار خويا فهبالي ولاش يهضر معايا على جال هذا فهبالي باش ما يهضرش معاك اليوم لا لا حسن دوك فهم لا يولي يهضر معاك يوم العيد يوم التسامح لا لا دوك سيبون فرينا دوك نقول لك كيفاش خويا حسن سير هذا سلوى بلا حسن بديت سبور هذا لاج دو 5 ايوا بديتو تما نامبورت واحد وجاب لي ربي جميع شعب واحد من شعب جزائري دخل يدير رياضه كاراتي باسكو بكري كان كاراتي جيدو بوكس هذا ما كان بديت بعد عام ورا عام عام ورا عام بديت نطلع في ليغراد كانت كان سانتور جون اورانج بعد الحق صرت مومون الحمد لله تما ربي سبحانه كما يقول لك فتح لي بيبانو وماشي لازم نهار الاول باسكو انا واقيلا واحد 10 سنين هكذاك مور ما بديت باش بدينا بعدها رحت كلوب تاع الجولف راما بعدها من تم بديت كان راما بيرتوتا لاساسان ودوك الحمد لله راني في اوسياج حيدره وكما يقول لك تجوزنا واحد المومو غير كيما توفى البريزيدون ديالنا الله يرحمه الله يرحمه موسى تافات تما اللي هذه هي السبور ديالي والاب تاعك كان مدرب في الجيدو هو كان حافز ليك كان هو اونترينور تاع جيدو ما تفهمناش كي هو كان اونترينور تاع جيدو دخلني كاراتي تما كشغل هذه اللي شويه ما تفهمتوش رياضيا هو القدوه ليك نعم. هو يديني رجعني هو كيما يقول لك لقيته برادر ديالي كان هو تاعك من خلاله هو وخويا الصغير يلا تركت خويا الكبير شفت راك تكلم وتشوفوا ديكوبي وديتاي وهذه هذه من بين لايباك تحصلت على كثير من الجوائز ومازال كاين ما ومازال كاين الخير القدام وتزوجت ولا مازال؟ مازال مازال اعلان كاطو كاين والشونتير كاين يلا اسمح لي يا ابو دابه حكيم تاعنا تفضل احكي لي على التتويج تاعك بون كاين كاري كلاسيك انديفيديال شامبيون ناسيونال وثاني في باري ايكيب لي كومبيتيسيون باري ايكيب كوميتي انا سبيساليتي كوميتي ماشي كاطا ماشي كاطا نضربوا العمليه هذه اللي منا شامبيون زون زون ا شامبيون دافريك هذه وليت هذه تاع شامبيون دافريك ايوا درت مشوار كما يقول لك مليح الحمد لله موراها ديريكت ريغروبمون ليكيب ناسيونال ما شاء الله يبقى باسكو على كان كاين بروبليم صغير في ليكيب ناسيونال ماشي بروبليم كما يقول لك كاين رياضيين اللي بالك كانوا متفوقين عليا كلش الحمد لله في هذيك الفرصه فتحوا لي عاودوا عيطوا لي ريغروبمون تاع ليكيب ناسيونال والحمد لله يا ربي تما راهي واش احساسك انا نقول لك لطفي وانت راك تتكلم على الجوائز هذا اللي توجت بها من خلال نجاحك الرياضي اختي سلوى دوك واش حبيتي هذه حاجه الاولى تولي ربي سبحانه مكتوب الله ونعمه من عند الله سبحانه الحمد لله يا ربي وكما يقول لك واحد سبورتيف في لاج هذا وكما رانا الحمد لله صافي بليزير ما انا كما يقول لك راني فاخور كما يقول المشوار ديالي وفاخور كي تزيري تما شرف الرايه الوطنيه الحمد لله صح لطفي مازال ما بديتش انا كي حس برايي هذا وين بديت لا ماشي دوك مسيره تاع واحد سبورتيف 30 سنه خلاص دوك قعدوا لي 6 سنين 15 سنه واحد ماشي كتشوفي قال لك قعدوا لي واحد 6 سنين عندك 15 سنه مسيره 25 سنه 25 سنه شحال في عمرك شحال في عمرك 25 مازالت لك 6 سنين المينيموم قلت لك 6 سنين واحد 6 سنين مشوار تاع سبورتيف هذا هو كما يقولوا تقدر تما هذيك تقدر والله غير تعاودها تقدر
عاودها ما حلفت لك والله غير تعاودها. تقدر تقدر تكركر حتى ال 35 سنه يقول 30 ان شاء الله تنازلوا 10 سنين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. معنا ايضا لطفي صابرينا اللي مزينت لنا القعده. نقول لك ما هي الاشياء اللي لازم تتميز بها المراه او المحافظ على التراث الاصيل الجزائري العريق؟ شوفي كيما حنايا عندنا هكا دي موديل بصح يكذب عليك ما كاش كيما حلويات اسمها حلويات تقليديه. الناس كاين دوكا يحبوا هكذا شويه ديكوراسيون ايتو مي بصح يكذب بالك العرايش تبقى عرايش بالفصوص. كاين قنيتلات فانيد مقروط اللوز بقلاوه تبقى هي البقلاوه. شوفي دوكا ماشي نقولوا ماهمش يخدموا كاين بزاف دوكا اللي يديروا الحلوى مي بصح بزاف شغل ديكوراسيون نحت بين الاصاله والمعاصره. فوالا نحت كامل زعما مقروط اللوز اسمه مقروط اللوز مقطع مقروطه يصير مقروطه ولا مقروط اللوز مدور مقروط اللوز تاج عروس مقروط الديكور يعطيك الصحه. مقروط اللوز كما يقولوا الشبح القاعده تاعو هكاك مقطع مفصل هكاك فصلته حبه سامسه سي سامسه ولات بزاف سامسه فيها بزاف انواع بين الحلوى تاع الزمان ودوكا ماشي كامل هذا. مي بصح انا عند خالي معروف بحلويته التقليديه عندنا هكا شويه ديكوراسيون. نقولوا له صحه عيدك من خلال التلفزيون الجزائري. صبرينا قولي لي كيفاش انت كان عندك ميول الله يبارك وكما نقولوا كل صباح بصنعاء وراكي تمثلي الحلويات الجزائريه التقليديه؟ شوفي انا كنت نقرا بعد ماني الله يرحمها صافي 15 عام ديجا كانت مريضه كانت كاوسبيتاليزي وانا كنت نخرج فاكونس تقول لي روحي تعاوني خالك صافي يقول لي 15 سنه وانا مع خالي بون تربيت معاه شغل راني بنته وهو ديجا قولي ديبوي كان عنده واحد 30 سنه في هذا الدومين واش انا نهضروا مازال الان يقول لك انا قد ما نتعلموا حتى نموتوا هكا كانت ماني الله يرحمها تهضر شغل هذه الحلوه خداها على ماني وحنا سي لا فامي سي ايريديتار عندنا عندهم هذه الصنعه عائله جزائريه محافظه محافظه على العائله اللي راهي تشوف فيك من خلال التلفزيون الجزائري واش تقولي لها في كلمتك الختاميه؟ بون نبدا بوالدي ماما وبابا نقول لهم صحه عيدكم وربي يخليكم ليا وثاني تراجلي العزيز محمد تحياتنا لهم وبنتي ميرال ربي يطول لي في عمرها ان شاء الله اختي سيهام لا في الغربه نقولها سيهام ما تزافيش ما تقنطيش اختي ان شاء الله العام الجاي تكوني معنا انت يوسف وخلود واسحاق وزكريا ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله توحشتيهم سفيان وايمان وهاب يا رب نخش نقولوا من هذا المنبر اللهم ارفع عنا البلاء ان شاء الله اللهم اجمع القلوب يا رب وتعاود ترجع لنا الحياه الطبيعيه ونتلاقاو باحبابنا وناسنا وجاليتنا المتواجده بالخارج. تحياتنا لهم ونقولوا لهم صحه عيدكم مره اخرى ان شاء الله. ايمان اختي وسفيان راجلها ومعاد ومريومه وخويا نجيب وايمان مرتو وليدها ومحمد خويا رؤوف وان شاء الله ما كننسيهمش كامل خالي نبيل ومام خالو لطفي لوف امريكان نقولوا توحشناك بزاف 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 ان شاء الله ربي يرفع لينا هاد الوباء وان شاء الله نولوا كامل حياتنا العاديه نتلاقاو بحبابنا وبنات. يعطيك الصحه صبينه يعطيك الصحه اختي بارك الله فيك. شيماء طليتي علينا في نهار العيد هي اطلاله فقط باش نعيدوا يلا في الختام كلمتك الختاميه واكيد عندك تحيات ونشوفوك نجمه ان شاء الله ان شاء الله. بون كما ختاميه نقول باللي اي انسان في الدنيا عنده حاجه عنده موهبه مهما كانت وشنو هي اي حاجه ربي خلقها له فيه يكمل يدير بوسيبل تاعو باه ينجح بها باش يقنع الناس بها باسكو لو كان انت ما تامنش بروحك الناس ما حاش يامنوا بك لازم تبدا انت تامن بروحك باش الناس تقنعهم وتدخل في قلوبهم ويامنوا بك. ونوجه تحياتي لعائلتي نقول لهم كل عام وانتم بخير وميزامي والاعز الناس على قلبي. شكرا لك الفنانه شيماء بن عياد. معنا ايضا الفنان نور الدين الزيري قلنا الكلمه الختاميه وشرفتنا في هذا القاعده. الله يشرف لي الاخت سلوى نشكركم على الضيافه حسن اخويا عندي بزاف مشتوش والاخت اسماء خونا ربي يوفقك ان شاء الله في المشوار ديالك وشيماء ما تقلقيش مليح مليح طيحات مليح طيحات باش تقراي. نقول لكم كل عام وانتم بخير عيدكم مباركين عاد علينا بالصحه والخير والهنا والبركه وربي يرفع علينا هذا الهم. فوالا تحياتي للعائله تاعي عائلة عبد الوهاب ناس القصبان سباب الواد والزوجه الكريمه والاولاد اميره وناسيم ومحمد اكرم الله يسلمك ان شاء الله وحبابنا في ليزيتازوني سهيلة زوجها كمال ولدها ان شاء الله ولادهم نقول لهم كل عام هما بخير والاخت في تونس هي وزوج تاعها وولادها وان شاء الله ربي يرفد علينا هذا الهم ان شاء الله
الحاجه ما بين مريمات المدام طالما ربي يجيب لك الشفاء وخليك ربي تجعل على راسنا ان شاء الله. ولطفي الكلمه الختاميه تاعي مو حاجه شرف ليا كي استضيفتوني هنايا في برنامج هذا الحمد لله يا ربي. عائله كوروغلي اون جينيرال حماداش خويا اللي راه في الغربه اللي ما قدرش يعيد معانا ان شاء الله توحشنا هو ولاده ومرته تشيكو يونس وهذا والاخت صغيره اللي صبرينا يا ربي يخليك ليا ان شاء الله. ونختموا هذا البلاتو باغنيه الفنان القدير الهاشمي قروابي الو الو يلا تفضلوا مشاهدينا بصحه. وحداني غريب انا عايش وحداني غريب انا عايش وحداني غريب يا هاتف ليك العنوان كلم لي الوطن الحبيب 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 كلم لي الوطن الحبيب الجزائر زينة البلدان الجزائر زينة البلدان من فضلك كلمي لي القصبة الو الو واش حالك يا حومة بابا الو الو واش راهي بحذاك القبة كيف راه حال وليد فلان واش راهي بحذاك القبة كيف راه حال وليد فلان قولي لوراني في غربة من وحش وشعلت نيران من وحش وشعلت نيران وحداني غريب انا عايش وحداني غريب انا عايش وحداني غريب يا هتف ليك العنوان كلم لي الوطن الحبيب 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 كلم لي الوطن الحبيب حبيب الحبيب الجزائر زينة البلدان الجزائر زينة البلدان ألو ألو من فضلك ديري لي مزية ألو ألو كلمي لي المدنية الو الو راه الوحش تثر عليا من بالكور كبير الشان راه الوحش تثر عليا من بالكور كبير الشان خليت فيه ريحة والدية أحباب ناسي والجيران أحبابي وناسي والجيران وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب يا هتف ليك العنوان كلم لي الوطن الحبيب 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 كلم لي الوطن الحبيب الجزائر زينة البلدان الجزائر زينة البلدان الو الو هولتيني وشنو هذا الو الو نرجع في ساحة الشهداء الو الو لها في التاريخ سيادة وعنده ما قال الفنان لها في التاريخ سيادة وعنده ما قال الفنان وزر يا عزين القادة ومقبلها بو لغان مقبلها بو لغان
وحدني غريب انا عايش وحدني غريب انا عايش وحدني غريب يا هتف ليك العنوان كلم للوطن الحبيب 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 كلم للوطن الحبيب الجزائر زينة البلدان الجزائر زينة البلدان ألف رحمة ونور على فنان القدير الحجاج ميقروابي اللي كان ذكرى وفاته في 17 جويلية من هذا الشهر بالتحديد. ألو ألو أنتم اللي تتابعوا فينا صوتا وصورة على المباشر عبر التلفزيون الجزائري سلوى. نعود نقول لك أهلا وسهلا بك. ألو 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 وأهلا وسهلا بضيوفنا الكرام. نرحب بالنجم عبد النور بعمر نقول له صحة عيدك كل عام تبخير. صحة عيدكم قاعدة الله يبارك مع نجومنا وحبابنا وخاوتنا. يعطيكم الصحة على الاستضافة هذه صافي بليزير دات فيزيو شرك عاقل علاش راك عاقل يهمك يهملك هو الهم أنا عاقل عفاك هذه من سرقتها سلوى سامي واش قال لي قال لي الزل النساء والعقال على الرجال خويا يلا سلوى معنا ايضا الفنانه المتالقه الممثله ليديا شبود اهلا وسهلا بك صحة عيدك راك منورتينا بهذا الزي التقليدي الكراكو ما شاء الله عليك يعطيك الصحة ميرسي بوكو صحة عيدكم تعيدوا بصحة والهنا ان شاء الله على قبل العام الجاي ميرسي بوكو على العرض سلوى اهلا وسهلا يعطيكم الصحه حسن بلاش حسن ليش تشوفي هكا بلاش كاليس اون فيت جبتي لي الكراكو تاعي هدايا من عند لينا لينا ليلينا ليلينا كرياسيون نقول لها ميرسي بوكو على هذا الزي يعطيك الصحه نورتينا به ان شاء الله ان شاء الله خرج عليك شباب يلا وانا خليني نرحب باثنين من اصدقائي طبعا انتم اصدقائي اكيد ولكن هادو شويه شويه كاين واحد ناكل معاه ديما ماشي زياده زياده في العمر ان شاء الله ان شاء الله اكيد هو يقول لك زوج من العاقلين اكثر منك صباحك سامي زرياب فنان القدير الله يسلمك صحه عيدك سامي الله يسلمك اخويا حسان يكبر شانك ويقدر مقدارك ان شاء الله عيدكم مبارك للضيوف الحضور ليك سلوى كذلك والمشاهدين اللي يتابعون بنا عبر التلفزيون الجزائري يكون عامكم بخير شرفتنا طبعا شكرا شكرا سلوى كنت نشوفك في حصه عشيه صيف مؤخرا نشوف اللايف كنت نشوفه في التلفزيون كي نكون في مريح مع بورطابلي نشوف ندخل موقع التلفزيون الجزائري بصراحه زمان كنت باش نشوف حصه لازم نرجع نافونسي 6 شهور باش نشوفها معناتها لعبت اليوم على 6 شهور باش تقدر نشوفها ممكن الان ولا غير ان شاء الله ويعطي وعلى ممثل موقع التلفزيون الجزائري امين امين صديقنا عمارة مرحبا امين صحه عيدك وبشراكم صحه عيدكم صحه عيد كل الجزائريين مشاهدينا اللي عم يشوفوا فينا وكذلك صحه عيدكم انتم ثاني وصحه عيد ليديا اللي نعرفها 12 سنه في عمرها كنت رئيس تحرير تاعها في حصه في قناه القران الكريم ان شاء الله اهلا وسهلا بك امين عمارة صحه عيدك كل عام صحه عيدك سلوى كذلك صحيح باش نبداو بفنان عبد النور بعمر يلا يلا هو كما نقولوا الحضور دائما تاعو كان متميز في المسلسلات في الدراما هو نجم الدراما والكوميديا معنا الفنان عبد النور بعمر راح يقول لنا قبل كل شيء هو ممثل في الساحة الفنية وكيفاش كان البارح اليوم الاول من عيد الاضحى المبارك ذبح سلخ واش دار دابيتي ندبح ما ندبح ايوا دابيتي نسلخ 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 ما ندبح البارح ما ذبحت ما سلخت واش نغسل كاع الدوار تعرف والله انا اللي غسلت تعرف هاي باش تشوف غسلتها كاع وغسلت زوج دوارات صح ونقيتها نقيتها بيضاء تشعل وطيبتها وكليتها صحتك هاي طيبتها وكليتها بكبوكه طيبتها ولا بكبوكه ها طيبتها قطعتها بالمقص جبتي مغصوها هنايا وقليتها بكبوك قليتها قليتها هايله سامي هذاك واش دار لها؟ كي قال لك قطعتها بالمقص وفوت الطوندوز هكذاك والله صح والله وطيبتها وقليتها
يلا خلي النقاش يكون هكا سبونتاني بيناتنا. جو العيد في زمن الكورونا في آلام كثيرة في قلوبنا صحيح، ولكن لابد نصنعوا الفرحة، لابد نتغلبوا على الواقع تاعنا بالنصائح بالإرشادات بالتباعد. يلا شوف على كل حال نوافقك أنا حسن، شوي داكور معك، لأنه شوف الإنسان ولو حتى ما كانش فنان ولو حتى كان إنسان طبيعي، هناك دائما الطاقة والغير يحتاج لهذه الطاقة، وخاصة إذا كان طاقة إيجابية. دونك الدور عليا ودور تاع الفنان ولا كان كوميديا ولا اي واحد جارك لو كان ما يعطيكش طاقه ايجابيه هو يعطيك وانت تمد وهي رايحه سي صح. دونك توزع هذيك الطاقه الايجابيه لي زونت بوزيتيف هادو اون بوزوان، هما اللي طلعوا المورال، هي اللي تطلع المورال حتى البقله وتطلع المورال. لا لا ما طلع، هو طلع لك الاخر، طلع لك بصح نسيت سلوى. ثم شكون خدم بقلاوات؟ شكون خدمها؟ قلت لي شكون؟ مهني حتكون معنا من بعد حاضره. شوف سالتها قلت لها يا اخي مليحه على رقبتك ناكل، قالت لي حسان. واش قلت لي؟ قول انا طيبت معاها سلوى دي وخيك. بصحتك بصحتك. واش قاعد دير؟ تاكل ناكل 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 تضرب نضرب. معليش شوفي اكل شويه، معليش ندير عبسه، معليش يلا تفضل سمحوا لي. هزي حبه بقلاوه حبه قاطو كي بلاصه، هزي حبه بقلاوه حبه قاطو. معليش حكيم حملني شويه، يلا كاميرا مان مع الكاميرا ومن حبه بقلاوه من حبه قاطو على يدك اليمن. اي قاطو هزي برك هزي دينا تاع الخير الخير ما شاء الله. ديري تاع ناكليش ما ناكليش، ديري هاد شوفي هاد الكاميرا هاي الكاميرا. ما نعرفش ما نقدرش نحدوك نقدر روحي. كل واحد يمكن روحه زعما الكورونا. بصحتك يلا صحتك. يلا تفضل عبد النور. أمين عمارة، أنتما أنت ممثل موقع التلفزيون الجزائري، رانا نعيش ظروف صعبة، رسائلكم دائما تكون تحسيسية على مواقع التلفزيون الجزائري، حكينا على هذا الدور اللي تقوموا به أنتما. شوفي لازم نفهموا أنه الموقع التلفزيون الموقع الإخباري للتلفزيون الجزائري الجزائري بمنصاته الإعلامية الآن راه يقدم في خدمة عمومية، خاصة في ظل جائحة الكورونا. نحاول التحسيس، نحاول إخبار وإعلام الناس دائما بالمستجدات مستجدات الجائحة خاصة في الجزائر. هناك بعض دي سبوت اللي يخدمهم الموقع الإخباري للتلفزيون الجزائري من أجل توعية دائما الناس بخطر كورونا وكيفية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل منع انتشاره وكذلك من أجل مكافحته. هذا الشيء أمين يجب. سلوى قال لك محسن بازي عليها، عنده بريغاده وخدام درك بازي عليه باش يروح بيناتنا. روحي برك معاكم خويا. واش كنت تقول؟ مجلدين مجلدين. في اطار اعلام والتحسيس واطلاق حملات تحسيسيه كذلك في الموقع الاخباري للتلفزيون الجزائري. هو تكلم معاك قال لك انه كانت حصص مثل هذه ربما اشهر او اخرى. الان انا نتكلم معاك ونحن الان على اللايف على منصات التواصل الاجتماعي، ربما تكون اكثر من 50 او 60 نعم. الف مشاهد حاليا فقط. نعم. وحنا نتكلموا في هذه. نعم امين، عندي لك سؤال كاعلامي وننتمي للتلفزيون، شرف لي ننتمي لاسره التلفزيون الجزائري. زمان كان موقع التلفزيون الجزائري بصراحه كان عادي، كان موقع عادي جدا، كالان اصبح موقع منافس بدرجه كبيره وبدرجة أكبر، أصبح مصدر للمعلومة للكثير من المواقع والمؤسسات الإعلامية سواء داخل الوطن وخارج الوطن. المشوش بني هذا الآن مسؤولية أكبر عليكم، لأنه الآن زمان كيف يكون خبر عاجل أي شيء، الآن الناس تشحن مليون أكثر مليون أكثر من 2 مليون متابع على منصاته خاصة في الفيسبوك وتويتر، وكذلك عدد القراءات الأخبار التي عدد مقروئية الأخبار ارتفع كثيرا. نصيبوا هناك مقالات تصل إلى 50,000 إلى 60,000 إلى 20,000، يعني هناك متابعة كبيرة من قبل الجمهور الجزائري. ومازال وهي مسؤولية. مازال حبيت نقول مازال الخدمة أكثر، مازال العمل أكثر لينا، مازال العمل كبير 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 جدا، لأنه كل مواقع تلفزيونية عبر العالم عندها منصات، عندها أذرع رقمية. اليوم التلفزيون الجزائري راه يواكب
التكنولوجيات الإعلام والاتصال الحاصلة في العالم اليوم. ما نقدروش نحبسوا المشاهد أنه لازم يكون أمام التلفاز يقدر يشوف التلفزيون الجزائري عبر هذه المنصات الإعلامية، يسمع المعلومة عبر هذه الصفحات ويتأكد من خلال التلفزيون الجزائري، من خلال دائما التلفزيون الجزائري، وهي نفس المعلومة التي يقدمها التلفزيون الجزائري وكذلك نفس السياسة التحريرية التي يقدمها التلفزيون الجزائري. وفنان سامي زرياب، نقول لك أنت وشنو هي الحاجة اللي يديرها بزاف في كل عيد عيد الأضحى المبارك؟ شوفي أنا ما نكذبش عليك، كما قالك لو ريتويال هذا اللي نعيشه وعشناه مع العائلات والأسر وعشناه كذلك مع الجيران، أشياء اللي تكرر كل عيد بالنسبة لي أنا عادية. لكن أنا كفنان أول شيء يشدني وحاجة اللي نحبها ونحوس نديرها أني نلاقي جمهوري من خلال التلفزيون ولا من خلال محطة إذاعية. شرق فقط. شرق. أيوة شرق. دوك باش نلاقي جمهوري من خلال التلفزيون من خلال محطة إذاعية اللي في هذه المرحلة كما قال الأخ حسن اللي رانا فيها محتاجين، وخاصة إحنا الفنان ما تشوفوش الفنان لأنه إحنا رانا بالجمهور وفنان صح. بدون جمهور ماشي فنان. أكيد. وإحنا رانا نشوفوا بلي الوقت اللي نفوتوا فيه. رانا شوفي صدقيني رانا كما شوفي وفنان حساس باش يكون في عملك، وفقدان الجمهور يلعب دور كبير صح. كبير في نفسية الفنان، مش نفسيتي أنا خاصة نفسيتي ما أقولكش نفسيتي راهي تعبانة، لكن اشتياقي للجمهور صح. وللخشبة يخص بزاف الفنان. شوفي انا سلوى انا كي قلت الشرق الان بالعاني حبيت من خلال نوجه نروح معلومه او تقولنا معلومه سي امين. لفاك نيوز الان اصبحت خطيره جدا في عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصفه عامه، من جاي يكتب خبر كاين اللي يامنوا لو امن واحد فقط يمشي مليون شخص ها دوق سامي او يشرب الماء ويشرق، لو ما قلتش ممكن الشرق يقول واحد يديرها يكوبي هذاك المقطع ويحطه في الـ في الـ في اليوتيوب ولا فيسبوك اختناق المباشر ولا هو الهدف من موقع رسمي يعني لما تترك المساحة للأخبار للإشاعة لما كيف يعني تلقى صدى كبير من قبل المواطن أو الجمهور الجزائري أو الجمهور بصفة عامة، لما يعني تيرا تخليه فيد تخلي التلفزيون تخلي تزيد الاشاعه تزيد اي شيء. اليوم قلت لك احنا في التلفزيون الجزائري لما نقدم الخبر هو الخبر الرسمي، يعني باش نقدموا الخبر دائما الخبر يكون رسمي ومتاكد منه باش يعني نحارب كل الشائعات التي الموجوده اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي خاصه. واش رايكم مشاهدينا ضيوفي الكرام نروحوا نسمع واحده من اغاني الفنان اللي راهو معنا القدير سامي زرياب؟ يلا تفضلوا مشاهدينا. يا عيني نيني ويا ليلي سالوا البرق يا ويلا وعاونوا عليا عاونوني يا بنات الشرق دبيزيه، نيني ويا ليلي ليلي ويا عيني نيني ويا ليلي سالوا البرق يا ويلا وعاونوا عليا لك صباح الخير مانيش عدو مانيش عدو نيني ويا نيني نيني ويا عيني سالوا البرق يوميا وعاولوا عليا عاولوني يا بنات شرقي دايزي نيني ويا نيني عيني ويا عيني الخير مانيش عدو مانيش عدو نيني ويا ليلي ليلي ويا عيني سالوا البرق يا ويلا وعاولوا عليا عاولوني يا بنات الشرق دايزين نيني ويا ليلي ليلي ويا عيني ليلي ويا عيني سالوا البرق يا ويلا.
انتم قولي لما واش من شان كان واحد يتسقسي واش اسمع اسمي العفوي قول لي واش من شان رانا رانا في الاولى والسادسه في الجزائر الاولى والسادسه كان واحد يتسقسي واش رانا في الاولى والسادسه ولا عن طريق موقع التلفزيون الجزائري هي على بالها جات التلفزيون الجزائري شكون هذه لان شكون ليديا شبوط انا ما قلت ليديا هو وعندنا سبع قنوات يبارك بارك سيت لايك خرج في عند اليوم يلا 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 نبدا معك صديقنا التلفزيون كلمه ختاميه اكيد واهداءاتك نتمنى ربي يرفع علينا الوباء أمين يا رب اولا أمين. خاصه لانه الحاله طالت وننتظروا في اللقاح انه يكون ومخابر تشتغل عليه وان شاء الله هيمنا ربي يرفع علينا اللقاح هو اتباع السلوكات الصحيحه السلوكات الصحيحه يجب أكيد. اتباعها لانه الوقايه الانتشار تباعد. يعني نحن مسؤولون عن انتشار هذا الوباء لازم يتخذوا كل التدابير عيد مبارك للجميع لكم أنتم لعمال التلفزيون الجزائريين صحفيين وكل تقنيين وكل عمال المجندين في هذا العيد ولما شافوش والديهم ويعني مرابطون هنا في التلفزيون الجزائري نهدي لكل الجزائريين عيد مبارك كل عام وأنتم بخير يعطيك الصحة شكرا شكرا سامي زرياب أنا بالمناسبة كذلك نقول لكم عيدكم مبارك للعائلة تتابعكم كامل والأسرة ديالي وكذلك العائلة الفنية نقولها عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير نترحم كذلك على روح أستاذ من أساتذة الفن فقدته الجزائر البارحة أستاذ إسماعيل هني رئيس جمعية الإنشراح نرحمه إن شاء الله ربي برحمته الواسعة ونحيي ناس يتعرف سامي زرياب من داخل ومن خارج الوطن أحبابنا في كل بلاص ناس اللي ما تعرف سامي زرياب واللي عرفت ربما اليوم وبالمناسبة نعزي كذلك عائلة بلوني وعائلة طوهرية على فقدان الوالدة طاطا زينة ربي يرحمها إن شاء الله يجعل متواها الجنة والصبر للأهل وكل عام احنا بخير وان شاء الله العام الجاي نكونوا احسن من هذا العام ان شاء الله ان شاء الله يا ربي شكرا كثير يعطيكم الصحه راح يبقاو معنا زوج يروحوا زوج اكيد راح تبقى معنا ليديا شبوط فنان عبد النور بعمر وراح يروح الفنان سامي زرياب وامين عماره شكرا العماره ممثل عن موقع التلفزيون الجزائري نشكركم على حضوركم معنا شكرا ونقول لكم مره اخرى صحه عيدكم كل عام وانتم بخير شكرا صحه شكون لبسك سؤال جاني في راسي الان سالتي ليديا ولا ما نفس المصممه شكون هي ليلينا تلبس غير نساء نعم اكيد روحوا هنا ما يلبسوناش شفت يا هذا شبعناش ديجا ما عندناش يلبسونا سؤال صح سنجيب عليه بعد ما نشوف كوكتيل مجموعه من الفنانين ونتناقشوا انا وياك ونلقاو فتوى باذن الله يلا مجموعه الفنانين نرجع
تعيش لي يا بابا تعيش لي تعيش لي يا بابا تعيش لي تعيش لي يا بابا ونرد خير تعبك جهدك وشقاك ونرد خير تعبك جهدك وشقاك تعيش لي يا يما تعيش تعيش لي يا يما تعيش لي تعيش لي يا يما ونرد خير فضلك عطفك ورضاك كوكتيل غنائي لأصوات جزائرية راقية ورائعة جدا فيه اللي رحلوا علينا نقول لهم ألف رحمة ونور عليهم إن شاء الله يا ربي نترحموا عليهم في هذه العواشر عواشر العيد الكبير. خلينا نحكيك بالدارجة تاعنا باش توصل الخير للقلب وفيه اللي مازال محيين ربي يخليهم لنا إن شاء الله ويخلينا إن شاء الله يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء ونرجعوا نفرحوا فرحة كبيرة اسمها فرحة بلادي حبيبتي الجزائر. نرحب بضيفتنا الضيفة نورة مهني المختصة في الحلويات والمطبخ التقليدي الجزائري. صحة عيدك كل عام بخير. صحة عيدكم عيدكم مبارك إن شاء الله العقبة إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله. ميرسي بوغ لافيتاسيون يعطيكم الصحة. ليلى تلوبريت السيدة ليلى تلوبريت الممثلة عن مصممة أزياء ليلينا نقول لك صحة عيدك كل عام تلبس غير النساء ما تلبسش أهلا وسهلا بك مرحبا ليلى مرحبا لا لا صار وعارف تعطيها لي درك أنت لبستك ايه في في رمضان صح شنو عمل حصه وش عنوان 100 ساعة سؤال 100 ساعة مرحبا بك الاخت سلوى يعطيكم الصحه الاخ حسن وصحه عيدكم وشكرا على الدعوه. نعم يعطيكم الصحه. راح نتقال نبقى مع مدردشه. انا كليت ولا كليت كليت صحتك كليت البقلاوه البقلاوه عجبتك كليت البقلاوه قول الصحه مليح لا شوفي شوفي شوف معايا ابو دبا مليحة تعب السين كاين كاين الجوزية في واحد البلاصة يا اختي ها دون القسنطينة ضيوفنا الكرام نروح مباشرة إلى مدينة الجسور المعلقة قسنطينة ونرحب بزميلتنا أميرة نقول لها صحة عيدك كل عام وأنت بخير أهلا وسهلا بك. صحة عيدك أميرة. صحة عيدكم صحة عيدك حسن صحة عيد كل الزملاء بالمحطة المركزية نقول لكم تعيدوا وتزيدوا بالصحة ولهنا إن شاء الله. أكيد هي جسور جسور للحب للتواصل نمدها من قسنطينة الزينة لكل مشاهدينا الأحباء نقول لكم صحة عيدكم عيدكم مبروك إن شاء الله كل عام وانتم حيين سنين دائمة تعيدوا وتزيدوا بالصحة ولهنا والخير والعافية لكل الشعب الجزائري لكل الجالية الجزائرية بالخارج وكل الأمة الإسلامية ينعاد عليكم وعلينا إن شاء الله بالخير واليمن والبركات. نلقاكم إذن في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في هذا البلاتو المعبق بنسمات الشرق المعبق بنسمات سرطة البهية نعيش معكم أجواء عيد الأضحى رغم كل الظروف لكن تبقى المحبة يبقى التواصل وإن كان عن بعد لأنه الأرواح أكيد تتلاقى على الحب وعلى الخير. راح نرحب من خلالكم ايضا بضيوفنا اللي راحين يزينوا البلاطو في هذه القعده القسنطينيه. جميل باي مساء الخير صحه عيدك خويا وكل عام وانت حي ان شاء الله. سنين دائمه كل عام وانتم بخير اختي اميره نتمنى لكم ان شاء الله تعيدوا بالصحه والهنا وكل الاسلاميين المسلمين اللي في ارض الوطن هذا نتمنى لكم الصحه والهنا وربي يرفع لنا البلاء ان شاء الله يا ربي ويشفي المرضى ان شاء الله وكل عام وانتم بخير ونشكر الاذاعه قسنطينه على الاستضافه هذه. الله يخليك جميل كل عام وانت حي ان شاء الله. دكتورتنا البشوشه ساميه كرميش مس الخير وعيدك مبروك ومرحبا بك معنا. شكرا اميره عيدكم مبارك عيد مبارك لجميع المسلمين في جميع انحاء العالم للاهل الاصدقاء للجيش الابيض الازرق الاخضر لكل الطواقم اللي راهي تخدم في هذه الايام في هذه السخانه وميم طون في ظروف العيد هذه ان شاء الله
ينعاد علينا في ظروف أحسن وأحسن إن شاء الله. أكيد أننا مثلنا مثل كل الجزائريين، كل الأمة الإسلامية وكل العالم، يعني هذا الظرف الاستثنائي، لكن الأمة الإسلامية استثناء تعيش أجواء عيد الأضحى اللي كانت عندنا فيها الكثير من العادات، الكثير من التقاليد، الكثير من الطقوس البهية، ربما افتقدنا الكثير منها بحكم التباعد الاجتماعي، لكن لازلنا نحافظ على لبها، لازلنا نحافظ على روحها وعبقها، ليس كذلك سامية؟ أميرة، أنت تعرفي علاقتي مع هاد العادات والتقاليد. نعم. وتراث وقسنطينة، وكل اللي يقول قسنطينة يقول تقاليد عميقة ومتجدرة وطويلة وطويلة العمر تاني. يعني ما تغلبها، يغلبها حتى ظرف، ما كانش غلبتها الحروب، فما نظنش راح يغلبها أي شيء تقاليدنا. أنا تمنيت أنه عام السنة مثلا نحتفل به كرئيس جمعية، وما الفندير في إطار نشاطاتي تاع جمعية أحباب صخر سيرطة، نين نحتفل به كما مالفا، يعني نهار تاني عيد كنا نحتفلوا مع المسنين تاع دار العجزة في باردو، ونديروا هذاك الكسكس، يعني الطبق الكسكس تاعنا المشهور. نعم التاني عيد بالكتف. نعم، هذه كنا ديما كنا في إطار نشاطات نديروها في باردو، نجيبوا المسنين تاع ديار الرحمة، وكانوا الأصدقاء معنا يحتفلوا، ونديروا جو احتفالي تاع بهجة، هو أنه كل واحد يجيب الطبق تاعه من داره، ونحتفلوا في جو أكثر من رائع. صحيح. مع أصدقاء كما بن رحمة ترخير، وكان كل مرة ماشي يدير فوق ما هو مطلوب في اليوم هذاك، والياس بالقادري فنانين بزاف يشاركونا في هذيك الفرحة تاع أننا نهار تاني عيد في اللمة، لمة الحباب. ولكن سنا نقولوا باللي ما تلموش، يعني هذا هو اللي يحز في في فيا ك ولفت بهذيك التقليد هذاك تاع يقولي تقليد تاع الجمعيه، اننا صحيح. نهار ثاني عيد بالتقليد تاع قسنطينه نعمه بالكتف في باردو مع المسنين، مع الناس اللي يحب يجي فريمون، يعني تعيشوا اجواء التضامن ممزوجه بعاداتنا وتقاليدنا. هي اكيد جميل نفس العادات اللي نتقاسموها في كل بيوت القسنطينيه ولا بيوت الجزائريه عامه. والله كما قالت الدكتوره، يعني شيء اللي رانا فيه لا غالب هذا الشيء كتبه ربي سبحانه. احنا ماذا بينا نروحوا نغافروا لاهلنا وفاميلتنا ونكونوا ملمومين هكا في ثاني عيد، رانا نتلموا العائله كامله تلم، لا غالب الظروف هذه اللي خلاتنا ناخذوا الاحتياطات تاعنا، لازم الانسان ياخذ الاحتياطات تاعو. نعم. ان شاء الله كما قال لهم واحد الانسان، قال لهم العيد ان شاء الله مخلوف، بصح للعبد يروح ما يتخلفش. صحيح. نطلبوا من ربي سبحانه ان شاء الله، الى لقينا ان شاء الله فرصه اخرى، والاعياد مازالوا ان شاء الله، وربي يلمنا ان شاء الله في الفرح هذا. ماذا بينا ان شاء الله ان شاء الله. ونتمنى كل مشاهدينا الافاضل يقضوا معنا اوقات طيبه، وحنا دائما نحرصوا به على هذه اللمه امام الشاشه، لاننا نسعى به نكونوا معكم حاضرين ونعيشوا اجواء الاعياد والافراح حتى مع اختلافاتها وحتى مع هذا الظروف. لكل الأحبة اللي تابعوا فينا، ضيوفنا الأكارم، أغنية بصوت كروان سيرطة الحاج محمد طاهر فرقاني. وعروستنا تعرف تشطح بالمحرم في ساقها صروا الكمال ويحبوها، راهي عزيزة ما تبوها. محلا صار بدل وفي ويحبوها، راهي عزيزة عنا انتبوها.
راسنا لا يرتع له حدا ونخاف عليه خمسة ولا خميني سعدي يشري لك حويته العام الجاي يجيب ببنيته ويحبوها راهي عزيزة على انتبوها كان هذا الحاج محمد طاهر فرقاني يا ربي يرحمه. إذن هي أغنية مهداة لضيوفنا الأفاضل ولكل مشاهدينا الأعزاء. ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، نسعد بلقائكم في هذا النقل المباشر مباشرة من محطة قسنطينة. إذن أحبتي نواصلوا حديثنا، نواصلوا قعدتنا مع ضيوفنا. سامية، سامية يعني ناشطة جمعوية، عندها جمعية ثقافية مهتمة بكل العادات كل التقاليد، وأيضا هي طبيبة مختصة في الأمراض الصدرية. راح نروح معاك للشق الصحي والطبي سامية. نعيش ظروف استثنائية، أكيد فرحة العيد لا نقاش، حتى أنه يعني كثير العائلات اللي فضلت أنها تضحي هي من باب تقرب لله سبحانه وتعالى حتى يرفع لنا هذا البلاء. يعني الكثير من الأبعاد الروحية والدينية اللي خلاتهم يتمسكوا بهذا الشريعة، لكن التباعد الاجتماعي، التدابير الوقائية والصحية أمر يعني لا يناقش تماما، أليس كذلك؟ شكرا أميرة. بالطبع الجزائري متمسك بزاف بالجانب الديني، يعني ما تقدريش تفتيلو. حتى الناس كانوا مرضى يجيونا في رمضان في حالة ونقول لهم تصوموا، يقول لك نصوموا، يعني إتيان، يعني معناتها متمسكين بالدين خلافا. شفت ناس شعوب وحده اخرى يعني هكا بحكم هذاك، ولكن وما كان حتى حاجه تجوز بخلاف حاجه دينيه قبل. واحيانا ساعات ثاني حتى عاداته تطغى على ممارساته وعلى سلوكه وعلى على هذاك. ولكن كاين هادو هما المحن ساعات والامتحانات اللي يبان الانسان ودرجه وعيه، هي امتحانات لنا. وانا شفت يعني مؤخرا باللي بدات درجه الوعي تطلع عند المواطنين. في بدايه الوباء كنا في مارس ونقولوا البسوا الكمامات ولا كان واحد يهتم، ولا كان واحد يقول لك. بالعكس حنا تصادمنا مع دي كونفخير اللي يقول لك ما تهضروش على الكمامات، راهي ماهيش ريكومونداسيون ماهيش. وحتى اننا وصلنا ممكن ساعات لنقاشات حاده في اطار لازم نلتزموا بالكمامه، وكي تشوفي دركا بانه معظم الناس ملتزمه بالكمامه. صحيح. في كيف العيد عندنا حنا طقوس، دين وطقوس. دينيا ما كانش فرصه، الجزائري عنده دركا اكثر من 30 سنه ولا عاد ما كانش فرصه ما يغتنمهاش باش يتقرب لله. صيام العواشر، صيام الخير للايتام، الاعياد عاد يديرهم يعني فريمون. ما كانوش ناس بكري بزاف يضحي، وعاد تقريب يدير المستحيل باش يضحي في لي سيركونستانس هادو اكطويال، يعني اللي هي سارية على العالم كامل، وين انه بدل عاداته. احنا شفنا بانه في المسيحيين في باك في اخر السنه تاعهم في نويل ما احتفلوش بنويل. احنا حاجه اخرى بالنسبه حاولوا الناس، انا شفتهم كاين ناس بزاف اللي يحاولوا الماكسيموم باش يديروا هي الجوان هذيك لو ريتوال تاعهم تاع الذبيحه،
مع تدابير الوقاية، وهذا جهد كبير. وصدقيني باللي هذه العملية راح تدير انديك ليك في مخ الجزائري ولا في مخ المسلم، هو أنه بخلاف الفتوى الشرعية الفتوى الصحية تاني عندها قيمتها، عندها بعد قيمة. نعم. لأنه دركا يعني نقدر نقوله لوجيك يعني المنطقي هو أنه سوفي سابو، يعني معناتها الإنسان يحافظ على حياته، يعني على حياته يلقى بأنه حياته ممكن قدامها تاني. هذه مثلا الأضحية، دخل المسكين في تساؤلات وكل شيء، والناس كل حاولت، هي قاعدة تحاول، رغم أننا احنا راحين نشوفه، يعني راحين نشوفه في الأيام القادمة هذا العيد واش دار في المنحنى تاع ان شاء الله. نتمنى كل يعني النصائح، كان الاعلام لعب دور كبير يعني في التوعيه. وي ايضا الاطقم الطبيه، يعني سواء على المستوى الرسمي او حتى على المستوى الشخصي، ما كانش طبيب بخل بالنصائح ولا بخل يعني بالتدابير الوقائيه لكل الناس، اليس كذلك؟ في الظرف هذا أميرة اكتشفنا بأنه الشعب الجزائري متضامن، ولو أنه يتهركش باللي راه منظم بصح هكذا تلقائيا الناس كل دخلت في التحسيس، وتلقائيا دخلت في التضامن. صحيح. وتلقائيا من بداية الجحيم قبل حتى ما تكون هناك نداءات رسمية لهذا، تلقي الجمعيات، تلقي الأطباء، تلقي خاصة الأطباء كيفاه خرجوا للنداء هكذا عبر كل وسائل الغيزو سوسيو، الهواتف تاعهم، عن طريق الإعلام اللي ملي بدات الجائحة، وهو جندي ثاني ما خلاش فرصة. أكيد تشوفي اليوم فرصة تاع العيد نورمالمون نهضروا على أطباقنا، نهضروا على هذاك، وحنا نهضروا أيضا، وهذا دوما يدخل في إطار يعني هذه الحملات التوعوية، لأنه جميل كما كان يهدر قبيل جميل قال لك العيد يروح ويجي، ويمكن أننا نعيشه، يمكن نعيشه تفاصيله الدقيقة، ومع هذا نحافظوا على كل هذه الشروط وهذا التدابير. كما كنت تهضر الدكتورة أختي أميرة، حتى كاين أطباء اللي ضحوا بنفوسهم. صحيح. اللي ماتوا الله يرحمهم، واللي خلاو عائلتهم غير به الشعب هذا يكونوا معاه ويداويوا في الشعب. كاين اللي ما عيدوش في ديارهم. أنا وشكون نقولوا؟ كاين بزاف. ضحوا بنفوسهم وخلاو عائلتهم وخلاو ولادهم. صحيح. منا غير على الشعب هذا نديروا اليد في اليد، قالت الدكتورة، نديروا اليد في اليد برك، وبربي إن شاء الله نقضيوا على هذا الشيء هذا. نعم. هذا واش راح نقول؟ اليد في اليد. صحيح. ونخديو كيما تقول على نسازاو بلابافات ولا تعقيم ما كاينش منها، لا حتى يوصل الموصل لعند ربما نوليو نجريو، لا. نعم. نديرو سيدي شهر، قال اخر شهر نديرو اليد في اليد، وتكون ان شاء الله. انا نتمنى يعني الجيش الابيض وماش غير هما كيما كنتي تقولي الدكتوره، الاخضر واللي لابس الازرق ولابس، حتى هادو الجنود الخافه اللي معنا راهم معنا قاعدين يخدموا، نمد لهم كل الشكر. الشكر يعني نشكرهم بزاف، سيتو الاطباء اللي راهم قاعدين يمدوا من عندهم. وربي يعطينا ان شاء الله الصحه والهنا والعفو ان شاء الله. جميل، ودائما هاد التدابير هي اللي تخلينا نعيشوا اجواء الفرحه، اجواء العيد، قعدتنا قسنطينيه زينه باهيه بعاداتنا بتقاليدنا حتى الصينيه الاصيله. شكرا للفنانه، نقولوا الفنانه هي الحرفيه سميه خلف الله على هاد الصينيه الجميله، دائما عادات قسنطينه باهيه، اليس كذلك؟ هي تحق لها هي ثاني، يعني هذا هو العيد، ويبقى سول العيد هو سول العيد في قسنطينه. والله كلامك كبير، سمحي لي، والله العظيم هذيك السينيه كما يقولوا تاع العيد اي تزيد نكهه. اكيد كي مولاتها كلي حاضرين هنا، الحمد لله الله مزينه والحمد لله. هي هديه لكل مشاهدينا الافاضل، وحبذا لو نزيدوا نرفقوها بصوت جميل ونديروها كاكابيلا على المباشر لكل الاحبه اللي راهم يشاهدوا فينا. ما كاهتمش، كل على عيني وراسي. نمدح وين يقول يا هلا الله، نمدح وين يقول آه يا هلا الله، نمدح وين يقول زور المدينة ونزيد الرسول يا هلا الله، نمدح وين يقول في بول جبلة، نمدح وين يقول في بول جبلة، نمدح وين يقول في بول جبلة،
يا ربي سلك لوحنا نمدح وين يقول سيدي سليمانا نمدح وين يقول سيدي سليمانا نمدح وين يقول سيدي سليمانا يا ربي بلغ المقامة يا الله يا الله يا الله يا ربي صلي وسلم على محمد نبينا محمد يشفع فينا يوم الهول ولك ظهر يا ربي وارحمنا امين. يعطيك الصحة يعطيك الصحة فنان القدير جميل باي وهي نغم نرفعوه لكل مشاهدينا الاحباء في هذا العيد ان شاء الله تعيدوا وتزيدوا بالصحة والهنا واكيد نهديوها لكل الاطقم الطبية اللي هي بدورها راح تهدي وتقدم تهانيها من خلال هذا الروبورتاج. عيد مبارك سعيد ان شاء الله يتعاد علينا بالخير والهنا ان شاء الله ونقدم تحياتي خاصه للعمال بمجال الصحه الطواقم الطبيه الشبه الطبيه الاشراك الاسلاك المشتركه والطواقم الاداريه على المجهودات اللي راهم يقدموا فيها ونتمنى من الشعب الجزائري انه يعاوننا خاصه بمناسبه عيد الاضحى المبارك اللي هو مناسبه اللي من المفروض تكون مناسبة للتلاقي وكما نقولوها التقارب الاجتماعي. احنا في الظروف الخاصة هذه نتمنى انه الشعب الجزائري يحترم قواعد التباعد الاجتماعي قواعد النظافة. بحلول عيد الأضحى المبارك أتمنى كل الخير يعني للأمة الإسلامية جمعاء وبالأخص الشعب الجزائري وبالأخص الأخص الطواقم الطبية وشبه الطبية وكل ما له علاقة في مكافحة وباء الكورونا. هذه المناسبة السعيدة نتمنى لهم يجوزوا عيد بالهنا والصحة الشعب الجزائري كامل وإن شاء الله يعيدوا بالهنا وربي يجعلها يأجرهم في هذا الكبشة العيد لحين يضحيوا به وللزملاء تاعنا ان شاء الله نتمنى لهم دي كوراج تكون عندهم فريمون كوراج كبير بيقدروا يواجهوا هذه الجائحه اللي تتطلب الصبر وتتطلب يكون الانسان واعي يكون الانسان متيقن من لي كاباسيتي تاعو وتكون معنويات تاعو مرفوعه وان شاء الله في العيد هذا الناس كل ان شاء الله تجوزوا مليح وماذا بينا هذه الجائحه تتهز في اقرب وقت علينا ان شاء الله بهكا الناس كل تكون في الهنا وفي الخير ان شاء الله. بمناسبه عيد الاضحى اتقدم شكري الى كل الشعب الجزائري وخاصه نظره هذه من جرأة قلبي عمال الصحه على مستوى الوطن كامل سواء لي ميدسان ولا لي باراميديكو ولا لي زوبي الناس اللي راهم اليمنى هذا واحد كيما انا اللي قاعد تشوف فيا راني خمس شهور ما شفتش الاولاد وما خشيتش لداري رانا في تضحيه كبرى وبربي ان شاء الله يقدرنا ربي على المحنه هذه وانا بصح في المنبر تاعكم حبيت نطلب النداء لكل الشعب الجزائري على وجه الله وعلى وجه الله وعلى وجه الله رانا في درك رانا في موسم يعملوا مزينه يعملوا مزيه فينا بكل سواء هنا في المستشفى ولا في الشعب يطبقوا التعليمات الصارمه. بهذه المناسبه مناسبه عيد الاضحى نتمنى عيد مبارك سعيد لكل الامه الاسلاميه وكل الشعب الجزائري ونتمنى عيد مبارك لكل من يتجند باش لمحاربه هذا الوباء وخصوصا عمال الصحه من عامل النظافه الى الطبيب والاستاذ. ونشكرهم على المجهودات الجباره اللي قاعدين يبذلوها ومازالوا يبذلوا فيها ونتمنى لهم يعني ربي يحفظهم ان شاء الله وربي يسترهم من 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 كل من كل سوء وربي يكون معاهم ان شاء الله. ولازمنا كامل يعني لازم كامل الشعب الجزائري كل يعني من اللي يقدر يتجند ويعاون هاد الناس هاد العمال اللي راهم تعبوا بزاف هما في الصفوف الاولى ويحاربوا في المرض هذا باش نعاونوهم. اذا مناسبه العيد ان شاء الله ان شاء الله نعيدوا مليح ونكونوا كل ملاح ونتمنى للطاقم الطبي وشبه طبي وكل العمال يعني نتاع الصحه يكونوا ان شاء الله ملاح وراهم ديما موجودين 24 ساعه
ساعة، سمانة على سمانة، شهر على شهر، يعني كان حتى اللي ما روحوش أكثر من خمس شهور للديار نتاعهم. نتمنى لهم إذا كل الموجودين، كل الأطباء الموجودين في المناوبة، نتمنى لهم إن شاء الله عيد سعيد. ومرة أخرى بهذه المناسبة نتمنى انا بدوري لكل الشعب الجزائري وخاصه القسنطيني نعيدوا عيد مليح. نستعملوا الكمامه، ما نطلقوهاش، خلاص نغسلوا يدينا اذا تحت 100 مره في النهار، وخاصه في الذبيحه حذاري وثم حذاري وثم حذاري. وان شاء الله انه في العيد هذا الارقام ما تطلعش، ما نعيدوا على بعضنا، ما نسلموا على بعضنا، ما نروحوا للمقابر، ما نروحوا لبلاصه اخرى، نبعدوا على بعضنا قد ما نقدروا، ونستعملوا الهاتف، وان شاء الله نعيدوا عيد مليح. ومره اخرى كل من موجودين في المناوبه من اطباء، عمايه مدنيه، الشرطة، يعني الناس كل نتمنى لهم إن شاء الله عيد سعيد، وبربي يكون علينا أقل ضرر، وهذا ما نتمناه إن شاء الله. حتى يعني هما يقدموا في تهاني عيد الأضحى المبارك، ما ينساوش دايما يذكروا في الشعب بضرورة التقيد والتحلي بكل التدابير الصحية والوقائية. إن شاء الله تعيدوا وتزيدوا بالصحة والعافية، ربي يسركم ويسر كل الشعب الجزائري وكل دول العالم من هذا الوباء. هي أطقم فعلا تستحق منا كل التقدير، كل الاحترام وكل الشكر أيضا. وعلى هذا الشيء كان يعني في أول أيام عيد الأضحى المبارك السيد والي ولاية قسنطينة، ويعني السلطات المحلية للولاية خصت الأطقم الطبية وأيضا أسلاك الحماية المدنية بزيارة تكريمية لتقديرا لكل المجهودات اللي راهم يبذلوا فيها منذ بداية الوباء وإلى غاية هذا الساعات. نشوفوا الروبورتاج سويا، الروبورتاج زيارة للسيد والي الولاية ووفد مرافق له إلى مستشفيات ومصالح كوفيد 19. يعني هي زيارة تكريمية فيها الكثير الكثير من الدلالات والمعاني الرمزية. تحياتنا إلى كل الأطقم الطبية وإلى كل أعوان الحماية المدنية للمجهود اللي بدلوه واللي راهم يبدلوه إلى حد الآن في إطار مكافحة جائحة الكورونا. فلا بد التنويه بهذا المجهود، ضحوا بالكثير، كاين اللي ضحى بالحياة نتاعه في إطار مكافحة هذه الجائحة، كاين اللي أصيب منهم بالجائحة هذه، وكاين اللي ضحى بالوقت نتاعه، كاين اللي لربما ما شافش العائلة نتاعه. كل هذا نابع من إحساس نتاع كل واحد في هذا القطاعين، قطاع الصحة وقطاع الحماية المدنية، لما لهم من مسؤولية تجاه المواطن في إطار التكفل به ومجابهة هذه الجائحة. نعم، وهو كذلك لهذا كان من الضروري هذه الإطلالة وهذه الزيارة التي كان لها أكيد الدفع المعنوي القوي والكبير جدا لدى كل الأطقم الطبية وأيضا مصالح الحماية المدنية. دعوتنا دايما بأن يحفظهم الله من هذا الوباء ويكونوا دوما من خيرة شباب هذا الوطن. على الحق صدق الله العظيم. إذن نكملوا هذا اللقاء، قعدتنا قسنطينية أكيد سامية، وفي عيد الأضحى العائلة القسنطينية، وكاين أيضا الكثير من العائلات في الشرق الجزائري تشترك في نفس العادات في نفس التقاليد. عندنا الكثير من الأمور الجميلة اللي مازلنا نحافظوا عليها على مر العصور. شكرا أميرة، يعني تسمحي لي بالمناسبة بعد نقدم تحياتي لكل الأطقم وخاصة زملائي الأطباء اللي راهم في حرب، أقول نعم. في حرب، ولكن أيضا نوماج نوماتخ، يعني معناتها
اساتذتنا الذين سهروا وعلمونا نوز اون اكليري سور لا في اي لو سونس دو ديفوار، يعني معناتها هما اللي حطونا في هذه المرتبه اننا لازم نقوموا بواجبنا على راسهم استاذ يانا عباس. ولكن ما ننساش المرحوم يحيى قيدوم اللي دار بزاف، قدم بزاف لقسنطينه، و يعني من سمحي لي من المنبر هذا اني نحيي اساتذتنا اللي كانوا وقفوا علينا وعلمونا واش معناتها لا ريسبونسابيليتي. بالنسبه للعيد، العيد وقسنطينه، قسنطينه متمسكه بتقاليدها، والمرأة تلعب دور كبير في هذا. أميرة، أنا ديما نروح ونأكد على المرأة اللي هي الحلقة المهمة في هذا العيد، ودعمها، وديما نسقسي نقول بلاش المرأة القسنطينية كيف راح يكون العيد القسنطيني. صحيح، يعني صدقيني كو في العيد الصغير واش تتفنن في 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 في, في الجديد، ولكن القديم ديما تجيبو. صحيح، ما كانش القديم راح العمر المقروض هذا قداه عمره، بوراك هذا قداه عمره، الغربية قداه عمرها، البقلاوة قداه عمرها، الزهر وتقطار الزهر قداه عمره، والورد يعني. والعيد الكبير طقوسنا احنا في قسنطينه تقريبا تتشابه في الجزائر، ولكن عندنا في قسنطينه كاين حلويات لازم يحضروا في العيد الكبير، كما مقرض المقلا. مقرض المقلا احنا عندنا في والكروكي والحوايج الخفيفه، ولكن عندنا طقوسنا بالنسبه للاطعمه، يعني معناتها الاكل الاطباق التقليديه. عندنا نهار ثاني كما اليوم، راهو النعمة النهار الأول ساعة النعمة اللي نهضر على اليوم كما اليوم. لا يسمي هضر على النهار الأول. شوف النهار الأول فيه يعني وشو نقول لك، يعني هو التعب تاع المرأة القسنطينية ما على باليش إلا كان راهو كيف كيف. أكيد يشترك يعني في جميع العائلات سواء القسنطينية ولا الجزائرية. بصح القسنطينية تنسيستي تشوط الراس، دير كلش، لازم تكمل الدوار كامل، الجلد يتغسل، لازم يتغسل الجلد، لازم يتشوط الراس والكرعين، ولازم تندار هذيك الدوارة تغسل ومن بعد تندار تحط باش تندار عصبانة. هذه ماشي فيك في الحديث. تفضل جميل. تفضلك انا خاطر ما كي تحكي هالشيء انا نعرف الشيء هذا. صحيح، من الوالدين، جزء من عاداتنا، من الوالدين. وي الوالدة ربي يرحمها واللي ساروا دار الحق، نشوفهم في النهار الاول واش يديروا، نخلصوا الذبيحة. درك حنا ولينا اللي يديروا نضفوا المصران مصار من برا وندخلوهم درك لا غالب حكم البيات، ودخل كلش الساعه بكري تنظف كلش ودير كلش تشوط الكرعين. من بعد كي تخلص الامورات هذاك الراس ويتقص ويتحط يدير، باسكو حاضرين ياكدين لي الليله تاع الراس هذو ما ياكلوش. صحيح، لكن دائما نبقاو متمسكين بهاد العادات، متمسكين بهاد التقاليد، والدليل اننا لازمنا نعيشوها حتى الان يعني، ومازالوا من يعني ولادنا الصغار حتى الجدات كلنا نشتركوا فيها وفي هذا الحب، وهو الشيء اللي خلانا رغم كل الظروف نحتفلوا بهاد العادات. ساميه، يعني كنت حاضره معنا كطبيبه مختصه وكرئيسة جمعيه، مزجنا شويه بين الصحه وبين الثقافه. كل عام ان شاء الله وانت حيه، تهانيك في هذا العيد. شكرا أميرة. أنا أولا أتمنى أن يعني أن بونسي يعني بروفوند راح تروح للناس هذوك اللي فقدوا حياتهم من زملاء ومن أطقم وكل، يعني ربي يرحمهم، للناس لأهاليهم اللي كانوا أندوي في راهم لحد الآن مفجوعين فيهم. ما بونسي تاني للمرضى اللي راهم في لي زوبيتو ولا اللي راهم في ديارهم، ربي يشافيهم. للاصدقاء للزملاء اللي راهم قاعدين يكافحوا في عن طريق في جميع على جميع الاصعده. للوالدين ولا شانس انه الانسان كل عام مازال يعيد لوالديه الشوز اللي ماهيش مسموحه الكثير يعني من الناس، انها ربي يخليهم ربي يحفظهم. ان شاء الله. والاهلي لعائلتي لولادي اللي وحايد فيهم جاو وحايد فيهم راهم ليها، نتمنى انهم
نعيدوا مره اخرى مع بعضنا. كل الشعب الجزائري ان شاء الله يعيدوا علينا بال 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 باليوم والبركات لعائله كرميش وبالمكي عائلتي. امين ان شاء الله دكتور تعاودي وتعيدي ان شاء الله بالصحه ولهنا. جميل باي فنان الباهي دائما كل عام وانت حي ان شاء الله وتهانيك ايضا بهذا. والله اولا نهنيكم انتم كامل الساع اكيد اللي حاضرين معنا بمدام كرميش باختي والجماعه ومن بعد نروح لعائلتي الزوجه الكريمه. واكيد احنا نهنيو ايضا كل اعضاء الفرقه تاعك الفرقه الموسيقيه اللي طالما رافقونا في العديد من الحفلات ومن الجلسات البهيه. الكثير من الفنانين ايضا اللي دوما كانوا حاضرين معنا كاين للاسف منهم اللي غادرنا كاين اللي لا تزال الذكرى فقط وستعيش وستبقى ان شاء الله دائما حيه في قلوبنا لانهم لا بيبخلوا ابدا بتقديم فنهم الجميل كل في مجال اختصاصها لأجلهم جميعا لأجل من غادرونا ولا زالوا يعيشون بين ثنايا الأرواح. نهدي هذا الروبورتاج. رحلوا عنا تاركين فراغا لا يرأب، لكنهم خلدوا أسماءهم بإرث عظيم من الجمال والإبداع والقيم النبيلة. حافظوا على شفرة هويتنا وكانوا أمناء على التراث. مدينة العلم والعلماء وحسن الطباع والذوق الرفيع فقدت في أوجز الفترات أعمدة الفن والتميز. قدور درسوني شيخ المالوف صاحب الأخلاق الكريمة الشخصية النبيلة المتواضعة 70 سنة من العطاء عاصر فيها كل الشخصيات المبدعة في عالم المالوف قبل الاستقلال وبعده حتى استأهل لقب معلم الأجيال. نستودعك الله يا نبيل الأخلاق. ومن عالم النوتات لفننا الكلاسيكي المصنف عالميا إلى عالم التمثيل والمسرح أبي الفنون، اهتزت الساحة الفنية على رحيل الفنان القدير عبد الحميد حباطي عن عمر ناهز 74 سنة. قضى 40 منها في الإنتاج والتكوين، صاحب التقمص المذهل والرسائل الهادفة مسرحيا وسينمائيا. الوداع يا قدور الفانتكات، ويا بطلا ومخرجا في مسرحية غسالة النوادر، يا صاحب الجرأة في الأداء. قدور الفانتكات. كما فقدت الساحة الفنية بسمة صادقة من البسمات، شمعة منيرة انطفأت في عالم الأداء الصوفي زين الدين بو عبد الله، القامة الفنية وشيخ شيوخ العساوة، شخصية مجازة مغاربيا في الصوفية، باحث منقب ومصحح للعديد من الدراسات. رحل تاركا خلفه تأليفا هاما حافظا للتراث تحت عنوان مختلف نوبات الطريقة العيسوية بمدينة قسنطينة. تركنا في الآونة الأخيرة عن عمر ناهز 57 سنة. الوداع يا صاحب الابتهالات الربانية التي ملؤها الجمال والتي حملتنا إلى عالم صفات الجلال الإلهي. امشي يا رسول الحبيب بحق العهود والمنى، وقل لهم فنمد المغيب وحل البعاد ما بيننا، ندعو للإله المجيب يجمع قريب شملنا، ونغنم مع مراحتي باش ننكي العواد والحسود، أشحال ما تطول غيبتي لسبد المصر أن تعود. إلى الأيقونة الذهبية الفيلسوف وعالم الميثافيزيقا المفكر النحات والأديب شقيق الريشة والقلم عميق الإبداع الذي استطاع أن يبتدع لنفسه تيارا فكريا وفنيا. إنه الفنان فقيد الفنون التشكيلية عمار عللوش من مواليد 1939، 60 سنة من الإنتاج والتكوين. حمل ألوان الجزائر عبر 4 وجهات في العالم وأبلغ لمن لا يعرف الجزائر أن الجزائر عالم جميل.
رحل عمار علالوش عن عمر ناهز 81 سنة، مخلفا بنكا ثريا وعوالم من الفن والجمال. الوداع يا صاحب الحس المرهف والوطنية الفنية المسؤولة. ici en Algérie par exemple, donner à l'artiste d'abord il faut le doter de quoi, de son statut qui lui permet justement de vivre. C'est comment aborder le marché de l'art, comment créer un marché de l'art. C'est vrai, c'est aux artistes, par le sérieux, etc., qui arrivent à faire, à créer, à l'imposer justement. هم نجوم خالدة في عالم الفن، أرواح جميلة منيرة لدروبنا، رسمت البسمة، أسقطت دموع الإعجاب، تلألأت لإبداعها الأعين، وزهت لنطاتها الخواطر، وأعملت لأفكارها الألباب. الوداع يا خيرة أبناء الوطن. مغفرة وعودة إلى قسنطينة الزينة، عودة إلى بلاطو عيد الأضحى المبارك مع ضيفنا جميل باي وفنان القدير أيضا رياض خلفة. إذا رياض، نتحدثوا أكيد على الرجل القسنطيني في أول أيام عيد الأضحى المبارك، كيف عشت أنت هذه التفاصيل؟ واش نقول لك، يعني احنا في العيد يعني كأي يعني جزائري ولا كأي قسنطيني تبدا الساعه بصلاه العيد، والعام هذا ما صليناش، صلينا في ديارنا بكل، ومن بعد نجيو لديارنا يعني نتلموا الخاوه، وكي كان الاب الله يرحمه كنا نتلم دورو بالكبش هذاك، يبدا بابا يجي نعتنا كيفاه نذبحوا ها وكيفاه وكذا. وهذيك واش نقول لك، هذيك السول هذاك يعني تاع مع العائله، نحكي لك الوقت في الماضي يعني كان سول زي اخر. صحيح، كنا نتلموا يعني في العائله والجيران، كيما انا بابا الله يرحمه كان يذبح للجيران تاعنا بكل، تلموا واش نقول لك في لاطيراس هذيك واحد السول زي اخر، ولا شتا كيما نقولوا هو كبش واحد، بصح لازم نذوقوا كيفاش يشحم بكل، لازم نذوقوا منهم بكل. واش نقول لك، يعني السول هذاك يعني تاع العيد راهو سول كبير، ومن بعد يعني نروحوا نزوروا العائله، كانوا العائله تجي معايا يخلص بعد الذبيحه في وقت الغداء، بعد ديجا كيما عندي كيما نقولوا ولاد اختي وهذوك يجيو بعد ما يستناوش، لازم بعد في الغداء يكونوا حاضرين بعد، ومن بعد تبدا تعمر الدار. واش نقول لك، السول هذاك دركا يعني نقص شويه هاد اكيد ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء وترجع كل هذه العادات الجميله. لكن الجميل اننا مازلنا يعني نحافظوا عليها، مازلنا بالطبع مازلنا نحافظوا. احنا تسمى كيما انا في العائله تاعنا، انا مازلت نلم الناس، لازم نهار العيد لازم نعيط لهم بكل، لازم يجيونا بكل. وهذه لازم هكذا، لازم الانسان يكون واحد اللي يلم الشمل يعني في وان شاء الله احنا نلموا شمل مشاهدينا الافاضل من خلال هذا البلاطو ومن خلال صوتك الجميع، نهديهم في اول في ثاني ايام هذا العيد. مقطع صوتك الان على المباشر رياض. رياض، هذه هدية لكل مشاهدينا الأفاضل، وأيضا هي هدية خاصة لزميلنا كريم أويابا، نقول له كل شيء مبروك، إن شاء الله المزيودة صغيرة تتربى في عزكم، وإن شاء الله ربي يجعلها مباركة إن شاء الله وتفرحوا بها. خبر لنا احنا ما عملناش، إن شاء الله يا أخوي ربي إن شاء الله تربى في عز وإن شاء الله تربى في عز وإن شاء الله. وهذه المقطع هذا هدية لكريم والبنوتة الصغيرة ولكل العائلة وأكيد لكل مشاهدينا الأفاضل. تفضل رياض. لقد نبتت في قلبي منكم محبة.
لقد نبتت في قلبي منكم محبة كما نبت في كفتيك الأصابع. حرام علي محبة غيركم، حرام علي محبة غيركم كما حرم الله على موسى تلك المراضع. يا حبيبي علاش جفيت يا نجوم الليل اللي غربوا. الكاس من يدك اشتهيت نفيق من الناس ومن شرابه. أو الغزال الذي هويت اشتنقوا لي بي وعذبوا. راني بالهجر قد فنيت يا معيشك تعجبوا وجميع من يقول رأيت مثل حبي نكذبوا. مثل حبي نكذبوا من فراق غزالي والعين تنحب. من فراق غزالي والعين تنحب. من فراق غزالي لليت وكا صبر الله العالي. يعطيك الصحة رياض، يعطيك الصحة. يعني ما تحلاش القعدة في قسنطينة إلا بهذه النغمات الأصيلة. يعطيك الصحة، يعني هدية من القلب من رياض ومن كل طاقم محطة قسنطينة لكل الأحبة اللي راهم يتابعوا فينا في هذا العيد المبارك. جميل يعني نشوفوا باللي المألوف هو روح كل وهو كل شيء جميل في أي قعدة. يعني كل ما يحضر تحلى القعدة. مألوف ما نهضروش على الفن الاخر نقولوا الشعبي ولا الفن. المألوف راهو كيما كي السلطان الصينيه وشكون المقرود. السلطان العرس هو المألوف. صحيح كاين المألوف كاين عيسى واحد ومن هنا الشعبي. خلينا هذه هنا في قسنطينه ولكن في كل منطقه يعني كاين طابع عريق وكاين موسيقى جميله وهو الشيء اللي خلى هذا الجزائر يعني فخوره بكل مناطق تاعها وبكل عاداتها. الحمد لله والله نقول لك الجزائر كامله الله يبارك رئيس ريشاس عندها. صح. من كل طبوع ما كاينش اللي ما يغنيش في الجزائر في وهران في الصحراء من القبائل قسنطينه. والله كل هذا واش عنده الخصوصيه والحمد لله هذا اللي ما خلاش المألوف في روحك ولا هك. وكل ما هو تراث يعني في أكيد. الجزائر كامله كل ما هو يعني تراث ويعني خاصه يعني كما نهضروا على الصحراء ولا على مام في الصطايف نهضروا في المألوف في الشاوي كل ما هو اصيل وقديم وعنده يعني كما نقولوا احنا قاعده بكل راهو فن اصيل تاع الجزائر وما نقدروش نستغناو عليه. اكيد وحنا هذا هو الشيء اللي حبينا ناكدوا عليه في هذه القعده من سواء من خلال الازياء سواء من خلال السينيه او حتى الموسيقى نقولوا باللي تراث الجزائر كبير. بيرس. نعم رياض وجميل اكيد راكم في شوق كبير لجمهوركم كما اكيد جمهوره مشتاق لكم. انا مدى بيا نستثمر هذه الاوقات الجميله نزيد نسمعكم الان في اغنيه مشتركه مع بعضكم هدية لكل مشاهدينا اللي حضروا معنا في هذه الأمسية. الله يسلمك العيش يا المحير محير ما في مبقاك في خطر نسخ سنطينة.
في خطر قسنطينة وفي خطر كل الجزائر والأمة الإسلامية، إن شاء الله يعيدوا ويزيدوا. يا ماشي بالغرب حواس، يا ماشي بالغرب حواس، امشي مشي حريصة، سلم لي نفس وكناس، وزيد لي وزيد لي سيدي محمد بن عيسى، طامع في منقاك يا شيخي اعزمني، اش اللي بطاك يا الخضر يا صافي الخضر يا صافي النيو، ويا ربني عقلت نشوفك بعيني، زهني يوحقني رجالي يا طامع في ملقاك، ويا شيخي أزمني اللي بطاك يا الخضر يا صحة جميلة رياض، يعطيكم الصحة قسنطينة الزينة ومزينة بأصوات فنانيها وأصوات فنانيها، يعطيك الصحة رياض جميل. يعني أنتم منكم من خلالكم كل فناني هذه المدينة وكل فناني الجزائر، إن شاء الله دائما ينعاد علينا بالصحة ولهنا ربي يرفع هذا الوباء. جميل، شكرا على هذه الإطلالة المتميزة وتهانيك في هذا العيد. بالنسبة للتهنية يعني لكل حال نهدي أولا للزوجة الكريمة والبناتي كما العادة شيراز انشراح وميرنا وكل العائلة تاعي كبير وصغير ولي في الغربة تاني ما ننساش إن شاء الله كل حاضرين من يعرف جميل جميل الأمة الإسلامية إن شاء الله. جميل رياض، تهاني العيد. تهاني العيد، أقدم تهاني العيد للعائلة الكريمة وإلى الزوجة الكريمة وابنائي يانيس وامير، الله يحفظهم لك ان شاء الله، وكل عام ان شاء الله انتم محيين كل العائلات كل القسنطينيين وكل الشعب الجزائري. ونشكركم انتم ثاني، واكيد كل التحايا للطاقم التقني اللي يخدمكم في هذا العشيه. تحياتي تحيات مخرج الحصه عادل محمداتي، ايضا رئيس التحرير اسماعيل بالقيديه، وكل من خدمكم في هذه الامسيه. ما ننساش نقول عيد سعيد ايضا البايو يا رب كل عائلتي خاصة الوالدين والإخوة وكل الشعب الجزائري إن شاء الله الأمة الإسلامية على أحلى نغم. رح نودعكم ونلقاكم في مناسبات أخرى إن شاء الله، دايما نشرطوا البصمة تبقى في الوجوه بإذن الله. We'll be right back.
قسنطينة وحلاوة قسنطينة وبنة قسنطينة وروعة قسنطينة كانت معنا على المباشر من محطة قسنطينة الجهوية مع أميرة. تحية لكل قسنطينيين لكل تابع فينا داخل الوطن أم خارجه. وهكذا هو المباشر في ثاني أيام عيد الفرحة والحب، إن شاء الله يا ربي يجمعها بيناتنا كما راهي مجمعة بيناتنا في هذا البلاطو في هذا الاستوديو. شكرا حسن، وهذه هي أجواء العيد اللي كانت نقلناها لكم من مدينة قسنطينة والتي لا تختلف عن باقي ولايات الوطن. بلا ما ننسى دائما نقول لكم الجالية الوطنية، الجالية متواجدة خارج الوطن، ونقول لكم أيضا إن شاء الله نقترب ونجتمع في أقرب وقت تحت سقف وطننا الغالي. تحية من القلب إلى كل جاليتنا المتواجدة في كل نقطة من العالم. نقول لكم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، عودة مجددة إلى البلاتو إلى الضيوف، نعود ونرحب بضيوفنا. خليني من ذاك ندخل شو المحرقة أنا في الوسط يضحكوا. شوف كي لعبها سيريوا. قبل مباشري من قسنطينة كنا في الكواليس وسلوى أكلت حبتان من تشراك العرياني، والضيوف كل واحد أكل واحدة من وشكلة أنت؟ أنا كليت حبة بقلاوة. حبة بقلاوة محشية سلوى داروا فيها حالة. أنا كليت زوج. أنت حبة. حبة. بالمعجون. بالمعجون. يلا روحي لصاحبة المعجون يا أخوك. السيدة نورا مهني، خلينا نهنئوك اليوم بهذه المناسبة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نقول لك صحة عيدك، ونقول لك عيد زواج سعيد اللي صادف هذا اليوم واللي عمره 36 سنة، ونحييه الزوج الياس، ونقول له ربي يكمل لكم وإن شاء الله دوام الصحة والعافية. سمحوا لي نقول لكم حاجة بركة، أنت ما بالكش علاش راجلها الله يبارك 36 عشرة وما حاش يطلق باسكو شبعت لا غير صح. بالك كاين واحد المثل يقول اقرب طريق لقلب الرجل بطنه ليستوما. خلاص يلا مرحبا وكل عام وانت بخير. الله يسلمك خويا. كل عام وانت بخير. يلا احكي لنا شويه على واش نحكي لك. احكي لك على العيد. بروميرمون العيد الكبير. يلا واش كيفاش وجدتي العيد انت في الحلويات والكاطو ولا غير والصنعه تاعك هذه اللي في يدك عندها سنوات؟ عندها سنوات صح. والتجربة تاعك في هذا المجال، التجربة تاعك عندها هذا المجال في مجال الطبخ الحلويات، حكينا كيفاش كان الميول تاعك. الله يبارك. أنا مني كنت صغيرة نحب الطياب، نحب الكوزينة، نحب وين نروح نحب نعرف هذيك لا روشيت اللي داروها وشنو هي وكاع. وبعد قريت طبخ، قريت الطبخ التقليدي الجزائري. فوالا درت قريت تاع الطبخ وخدمت في ريستوران، خدمت في كريش، خدمت طورت والحمد لله راني كيما دوك هكذا. وجبتنا اليوم سمينا وجبتنا. يلا جبت لكم مقروط العسل، جبت لكم البقلاوه، كليتها كليتو ما دقتهم. انا روح لك بالسكر جبت لكم لي صابلي دقتهم والمعجن دقتهم صح ما ديتهمش معي كاع نديهم معي بيه. ديهم ديهم بصحتك. عندك البواطات؟ ديهم بصحتك. جبت معايا بواطات لا طيب يعطيك الصحة. يسمك وكيما لي كونفيتور هذيك لا سبيسياليتي هذيك طاتيسيون. بليش كيما كنا في قسنطينة كانوا يقطروا مزهر مال ورد مزهر. هنا في العاصمة وفي كثير من الأماكن سلوى يدير المعجون في الدار. أنا نديرو في الدار هذا كاع تاع الدار. نقص ما بقاش كيما زمان ما كاش. وما أنا عمري ما درت له مزهر، جامي نديرلوش كاع مزهر، عمري ما درت له. نديرو السكر واش لازم. وكيما لي كونفيتور ولا غير نشوف الانترنت، شوف في يوتيوب، كل واحد كاش يدير خدمت تعلمت. وش كي كان شي كيما نقولوا تاع العنب درتو جديد كيما تاع نقولوا صفر بالخبز هذا بال لا كلو كيما تحب بوحدو جوز نو جوز على ما تشيش المغارف معاك هذيك يطرح نفسه صح هذيك اللي ما جبناش باش ما يخلصش على بالي لا ما يخلصش. نروحو خلينا نروح نرحب بها انا واسمها ليلى. تلوي ليلى نعرفها من حصة 100 في الساعة 2015 2016 2017 كانت تحضر معنا ديما وكانت الله يبارك. هي ممثلة مصممة أزياء ليلينا. نرحب بك ليلى مرحبا. صحة عيدك حسن ويعطيك الصحة وشكرا على الدعوة. من الأختنا ما شفناكش. الله أخذت أنا وليد واحدة من صديقتنا ما نقولوش اسمها. الله يسلمك. نقولوا اسمها سلوى. أنا ما نقولوش. هي اسمها سلوى بس ما نقولوش اسمها. روحي. ومرحبا بك ويعطيك الصحة الأخت سلوى وأخ حسن على الدعوة وصحة عيدكم والشعب الجزائري والطاقم الإذاعي كامل.
ليلى نقولوا الفن يكمل نفسه في المناسبات الدينية وفي المناسبات الجزائرية، معروفين باللباس التقليدي الأصيل اللي يناسب كل جزائرية، والحلويات التقليدية. احكي لنا على اللباس اللي راني لابساته، اللي نشكروها ونقدموا تحياتنا للمصممة ليلينا على هذا الزي التقليدي. لبسات كنتي، لبسات نيانا، لبسات ليديا عجبتها بزاف لافيست، قالت لي انا عجبتني روعه. نعم ما شاء الله عليك. ما شاء الله تقولي مخدومه عليك يعني ما شاء الله، وانت الله يبارك ثاني. ميرسي بوك. ليديا راهي تمثل الكراكو العاصمي. نعم انا نموت على الكراكو وعندي ثاني صحتي ويليق بك ليديا. نتحيها دوكا راني ياشين. انا نموت على، عندي نموت على القفطان والكراكو. إلا زعما في عرسي ماكش ما نلبس لبس هذا الزوج ان شاء الله. ليديا الكراكو الاخت سلوى، الكراكو العاصمي الاصيل، يعني الكراكو من تقاليد العاصمه. نعم الكراكو اللي ما نسمحوش حنا فيه يعني كيختلف على كما مناطق، بضع مناطق يعني. لبست عبد النور كارو لا لا قلت له ما تلبش الاكارو في الاخر. علاش في سيدي يحيى ودير ابراهيم يعني شراكه فوالا دير ابراهيم يعني عندها كما يقولوا لمسه خاصه بها. عندها موقع في الفيسبوك في اليوتيوب اكيد. نعم اي كاين كلش. انا دائلي زي عاصمي على المناطق اللي توجد نفسها على الولايه. وحنايا كامل قراب ونحبوا شايدين في التراث، والاخت ليلينا تحب بزاف التقليدي وتحب تشد في التراث، وعندها البصمه تاعها المتميزه يعني التحول. وهذه هي حسان. لا لا ما شاء الله ما شاء الله. الجزائر تاعها. معليش مع الكاميرامان معليش تقدري تقفي تقفي تشوفي اللباس عادي كيما راكي، لانه اللي كي راجع للتم ما تبالك تقدمي لقدام. يلا نشوفوا. يلا وصفي لنا وصفي لنا ولا توصف هي. نوصف هي ما كاينش مشكل. هذا اللباس التقليدي يعني القبائلي اللي مخدوم بال يقولوا الباسي بلاو كامل يعني الخاص بالقبائليات يعني، والناس قاعد دوك الولايات كامل يحبوا يلبسوا اللباس التقليدي. واش قلت لك واش رايك فنان عبد النور؟ بصراحه انا عجبني، انا نحب اللبسه تاع القبائل هذه. قبائل يلا يلا ديرها في تصديرتك هذه. يلا بعض اهداءات نبداو بعض الاهداءات. تفضلي تفضلي سلوى. صالح عندنا اهداءاتنا، الاهداء من عند صالح بوكروح من العاصمه. الوالده زليخه والوالد حسين اللذان ندعو الله يشفيهما وان يطيل في عمرهما. اهداء للزوجه الكريمه الابناء حمزه علي عبد الله وبلال، الاخوه عمار نور الدين محمد وزوجاتهم الاخوات كل واحد باسمها هي وزوجها وعائلة عائلة بوعزيز، كما يدعو الله أن يوفق كل من فيروز كوثر ريحانة وأسامة في امتحان شهادة البكالوريا. صالح بوكروح يتمنى لكل عائلة عيد سعيد وعمر والعمر المديد وطوال دوام الصحة والعافية. صابرين بوتواتو من فرنسا بمدينة كان تهدي تحيتها إلى عائلة طباش وبوتواتو، وتهني المولودة الجديدة برنسيس جاسمين والابن رياس. تحية كبيرة جدا لكل عوان الشرطة. عندنا محافظة شرطة عائشة قسنطينة تقدم لعائلة معزي محمد وعائلة بكير، خاصة مامي ونيلا وعائلة بكا ومباركة إبراهيمي بالحراش. كان برك كان أمس توفى مجاهد من الراحل الأول للطورة التحريرية، المجاهد الراحل إبراهيم بلودين توفى أمس، كان واحد من الراحل الأول للطورة التحريرية، كان بين المخططين للهجمات على الشمال القسنطيني، وكان جوار إلى جوار الشهيد بوجريو مسعود. ألف رحمة ونور على المجاهد الراحل طبعا إبراهيم بلودين.
بن يحيى بيا تهدي تحيتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى والدتها زهيرة وأبوها عمار وأخواتها محمد وسميرة. سمية لونيس تهدي تحيتها إلى أمها تركية وزوجها الغالي العظيم والأولاد محمد رمزي معاذ. بن مجدوب حسينة تهدي تحيتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى زوجها الغالي شعبان وتتمنى لهما الشفاء العاجل وبناتها زوينة ونسرين وأولادها صابر ومبارك. نعيمة بوتلجا إلى كامل عائلة بوتلجا عامر وأولادهم مرابح أخوها وأولاده وأخوها خلادي وأولاده وأختها شيمة وزوجها والأولاد بلا ما تنسى أختها خديجة وكل عائلتها. أحمد نجيمي أحمد يقدم تحياته إلى كعب الكريم بن نوري إلى كل الأسرة الكريمة الزوجة وإلى بناتيه التوأم إصمهان وأنفال يكون عيد ميلادهم في الرابع من أوت بحول العائلة فلاح إلى لياس سامي كمال شهلة خير يانيس نادين لينا مهدي أكرم مروان مرواح أنايس مريم إدريس وإلين. عندنا أخزروني عبد الستار إلى الوالدة الكريمة فتيحة الإخوة حفيد محمد حسام الأخوات أمال صفية سارة الإبن مولود عادل الزوجة العزيزة هدى وإلى خالد بولوبيا وأبنائه والزوجة وكل الأصدقاء. أتقدم بتهانية إلى الزميلة سامية بوعبيدة بمناسبة عيد الأضحى. تمنى لها عيد سعيد لها ولعائلتها الكريمة ونقول لها الله يصبرها على فقدان الغالية المرحومة بوعزيز لينا ويجعلها في الجنة وعيدها إن شاء الله في الجنة. حنان من عنطاية تتقدم بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى الهاشمي زبيدة وفرجلة مليكة والصغيرتين تسليم ومريم. سهام هديوي تهنئ والدتها العزيزة شرطة كثير البقلاوة زكية أخواتها كمال وليد وأمين وصهيب وأبوها العزيز كمال. تتقدم شهرزاد لجواسمية إلى حبيبة قلبها أمها وأبوها وأخوها هشام وابنته مروة وملاك وابنه أشرف وإلى كل صديقاتي وأصدقائي بالعمل وخاصة مدير النشاط الاجتماعي صياد مراد. يلا آخر إداء عندي أنا تحية لعائلة معزي والإخوة أحمد علي وفيصل وكذلك عائلة منصوري بناب إبراهيم خاصة المولود الجديد محمد أمير وعائلة تميم إبراهيم خديجة وعائلة قنيش حملاوي العربي أيوب وعائلة باعيش حواء والكتكوتة سعيدة إلى أختها بإيطاليا ووالدتها وكل عائلة ولكل سكان بلدية أم الطوب. وآخر إهداء عندي نجيبة بوسريف إهداء إلى زوجها كريم وأولادها هدية الرحمن وضياء وسارة وإلى الوالد الكريم والأم الغالية وجميع عائلة بوسريف. أحمد بوتواتو يهدي تحياته إلى عائلة بوتواتو كبيرا وصغيرا الزوجة الكريمة مسعودة ويقول ربي يطول لي في عمرها الأولاد زبيدة مجيد نورة صباح سليم خديجة عبد الوهاب فريد وصبرينا وكل أولادهم وأزواجهم بلا ما ينسى السهر كريم بن حرات موسى قرسي وعبد الله طباش والطاهر شوار. نادية بالحاجة يتسلم عليك وقالت لك كل عام أنت بخير. نادية بالحاجة وأنا نقول لها معدة كل عام أنت بخير أنت والعائلة إن شاء الله. يلا نختم معكم ضيوفنا هكا بحلاوة بدردشة تحب تريح ثاني جاي لك انت ثاني جاي لكم عباك اني حاب نبدا اللي حاب نبدا بليلى حاب نبدا بليلى عباك عباك علاش ليديا حسن ليديا 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 معديره لانه لا معديره شرقت لي تلف بليلى ليديا ايه ليلى والله ليلى معك انت ليديا. طبعا سعيد جدا كإعلامي تكوني معنا لأنك أنت شابة ومثقفة الله يبارك وإعلامية في نفس الوقت بين قوسين عملتي في العادي من القنوات الإعلامية حتى في التلفزيون الجزائري ومازال طريق طويلة أمامك نتمنى لك النجاح إن شاء الله يا ربي نشوفك مواعيد أخرى قريب العرس. واش قلتي تقول في الختام واش تقولي واش تقولي نسيت شرقت لي يعطيك صحة شرقت لي البقلاوة يعطيك صحة صحة عيدك عيد العائلة تاعك نقدم اهداء نبدا نقدم يلا تفضلي اسمحي لي بالك باك ديريه طويل كيما بزاف هذا تاع المشاهدين المشاهدين مش تاعنا ما يعرفوش علينا لا لا هذا المشاهدين اللي بعثوا لنا انت عند بالك تاعنا بزاف المشاهد مشاهدين ومحبيك يلا ليلى تفضلي انا اهداء صغير برك نقدم اهداء نقول لكم صحيتكم لعائله شبوط عائله العايب عائله شين وعائله حسني ايوه كل اصدقاء اللي راهم يشوفوا فيا و
كاين ثاني واحد ستارت اب تاع نريسيكلي، هذه مجموعه تاع التلوث و ملح ملح، وهما شغل مجموعه شبان راهم شغل حابين يجيبوا في العاصمه الجزائر. نعم ان شاء الله. مرحبا مرحبا بهم حتى التلفزيون. مرحبا بهم. هذا مكان صافي صافي. زيدي حاجة من عندي. لا 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 ما عنديش. ماما وبابا بيزو خلاص. شكون باغيين؟ أباكم أنا يوم الله غير حشم. البارح حكمتني واحد العائلة في واد العلايك. أيوا. قلت لهم راح نجوز التلفزيون كتبوا لي ورقة. قالوا لي لنا إهداء. ما تقوليش نسيتها. نسيتها في الطوموبيل. وراي الطوموبيل. هاي هنا مقارية برا. كارثة. نقول لهم سمحوا لي. معليش 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 واش قال لهم احسن؟ ها؟ دوك تخرج روح جيبها احنا نديروها ما كاش مشكل. خلاص. وعد منا. طريبيان. يعني ستة غير خمسة نديروها وعد منا. طريبيان. يعني. ومقدم الاهداء تاعي لعمار ساحي منيرة جيهان الاء ولينا خويا زهير. وكامل لافامي بامر وساحي. وتحيتنا كامل للعائلة الكبيرة والصغيرة بامر. وناس قسنطينة. ان شاء الله انا. يلا ليلى تلو بريد اهداءاتك اختي في بمناسبه عيد الاضحى المبارك لليما والبابا اللي راه مريضين نطلبوا له الشفاء ان شاء الله. الخوتي كاملين وحسن خويا بالذات والخياتي ونساهم وجالهم والجيران وحبابي وبنتي اللي في الاغواط سيرين والزوج تاعها وبنتها ووليدها وعجوزتها وشيخها وناس دارها. قلت نعم. وناس الاغواط يعني لعائله الحوايط بالكل وحبابي وجيراني لا معليش نقول اسماء. قولي 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 شحال. وجارتي اللي يعني مقابلتني. تفضلي تفضلي. خديش عز الدين نشكره بزاف اللي واقف معايا ويعطي الصحه وزوجته ولاده عادل ومالك الى حميداش حكيم وعبد القادر وكل الناس الهنديه لا فامي مفتاح بعزيز فرحاوي فرحاوي بن عثمان باحه وشهرزاد اختي تالو بريد اللي في فرنسا وفيزه اللي في فرنسا وساميه وراجلها مسيو بوتي يقولها الحمد لله كيسلك من الكورونا وصلك لك على خير. الحمد لله. الحمد لله. وكيما يقولوا كاين كاع الاهل والاحباب وتاع ناس تيسم سيت جمال وعزيز وفتحي وعائله برونسي برويبا وكامل العائلة تلو بريد والجيران والأحباب ولي عفوا كاملين. نعم. والسلوى وعائلتها وعائلة زوجها وليك حسن عائلتك وعائلة زوجك وكامل أحباب احنا تلو. يلا سيدة والطقم إن شاء الله. أنا شكرا بالأخر ليمبا العزيزة ليمبا يسمك لفامي مهني لفامي خفي لفامي عمروش لفامي بن رباح لفامي ننسى يقولوا لي علاش نسيتينا لا فامي نسمي قولي لا فامي نسيتهم واحد يقول علاش نسيتينا لا فامي كيما نقولوا لا فامي بن رباح قلتهم لا فامي عمرو راك شوف معاه صافي شويه يشوفوك لا صافي نشوف بعدك بلي كي تشوفني تفكر على هذه نرجي العسير فكر والله هذه نرجي لا فامي هنا خويا لا فامي حياتين لا فامي بناتي سارة ومريم وليدي محمد وولادو مرتو أرتوت لا فامي أرتوت الموت هذا يحفظكم حسن حسن صح بختي اسمح لي بختي صار والله الوقت اسمح لي برك وراجلي خرج في الاول هضرت عليه هو حسن خويا جمال وبنته زهره برك تحياتنا لك صحة عيدكم ومتعه حسن صحة برك جارتي العزيزه مريم وعائلة زوجي نعم ربي يحفظهم ان شاء الله يعني جيراني كامل كريمة حسينة هذي هذي نهضر انت هضري لفامي علمي حبيبتي زوري طبعا 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 سلوى 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 ما احلى النعيم في وقت بعد بعد سامي محمد روان موسيقى هادئة جدا يلا انا محمد
الحق خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي نزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحيي النهر كم سهرنا بالليالي بالصباح يا ندم كم على قيام نصرنا كم حفظنا من رسم كم جسور قد عبرنا كم ضربنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعة انتظار نستطيع المنعجم نستهيل كل غار كي نحقق الحلم انسى إننا نبالي بل نسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا الثورة التحريرية لرفع ونصرة الجزائر ذات الفاتح من نوفمبر 54 900,000 وكانت النتيجة أن ضحي بمليون ونصف مليون شهيد من أجل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة. نقف اليوم في رمزية في التلفزيون الجزائري في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك كي نقول لكل المآزر البيضاء تحية احترام وتقدير. إذن تحية تقدير واحترام. نحن نرفع القبعة ونحترم كل الجيش الأبيض اللي واقف ساق وجهد وتقدير لكل وقف مع مردانا نسى عائلته وتمسك بالجزائريين. نقول لكم يعطيكم الصحة إن شاء الله شدة وتزول. رايحين سنتغلب على هذا الفيروس سنضع اليد في اليد ونكون إن شاء الله في الصحة والعافية إن شاء الله ونشكروكم ونقدروكم أكيد أنتم يا الأطقم الطبية. قالوها بالأمس في بداية هذا الوباء قالوها كل أطباء العالم نستطيع ولا نستطيع وكان الشك يراودهم. أطباء الجزائر قالوها بكل فخر وقوة قالوها وقالوها العديد من الأطباء وهم في آخر لحظات وفاتهم سنبقى هنا كي يزول الألم. زالوا هم وما زال الألم وسيزول الألم بحول الله. هم شهداء هم في الجنة تمنوا لهم الجنة تمنوا لهم ربي يرحمهم إن شاء الله يا رب. وإن شاء الله دايما نقول هذا دعاء ربي يقدرهم إن شاء الله على هذا الوباء وهذا البلاء اللي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. يلا وقفنا بالتصفيق يلا حبيناها سلوى تكون هكا وقفت ربما من قلب ما كان من القلب لن يصل إلى القلب إنه في كثير من الناس يضحي من أجل سلامتنا وصحتنا وسعادتنا. مستحيل ننساوهم ننساو المجهودات اللي يقدموها فقط باش نعاونوهم. خليني على غير العادة وفي مثل يقول لك ديدام دابور سيدات أولا لكن هذه المرة خليني نقول السيد أولا لأنه هو طبيب وواحد من النشيطين جدا في هذا المجال دكتور وصديقنا حكيم بران. رحب بكم كل عام بخير. بارك الله فيكم عيد مبارك وعيد مبارك لكل الأمة العربية والإسلامية وعيد مبارك للشعب الجزائري خاصة وشكرا لكم على الاستضافة وهذا راه واجب أخلاقي مهني ووطني إن شاء الله. ربي يحفظك. أيا سفيان نرحب بك ونقول لك مرحبا بك في هذا البلاتو اللي احنا خصصناه يكون تكريم للجيش الأبيض. راح نتكلموا على المجهودات اللي راهم يقوموا بها على السهر على العمل على العطاء يعطيهم الصحة. أول شيء تحية لكل طبيب تحية لك ربي إن شاء الله يوفقك ربي إن شاء الله يخليكم دائما هكا دائما يعني ذخر للوطن إن شاء الله. نقول لهم عيدكم مبارك كل عام وأنتم بألف خير ربي يزيل علينا الوباء والبلاء إن شاء الله يا رب. ومرحبا بي تاني في بلاطو تحكم بلاطو دائما اللي يرحب بي شكرا لكم إن شاء الله نجوزوا وقت ممتع إن شاء الله وربي إن شاء الله يعافينا ويعافيكم يا رب. خوا خوا شعار دائما أبدي ورانا في التلفزيون وخوتنا رانا في الإذاعة نتلاقوا مع بعضنا ديما بعضنا وجبناها جيت فايت سمع سمح جي مرحبا سمع عقلة مرحبا فيك. شكرا. صح عيدك وصح عيد كل الأمة الإسلامية والشعب الجزائري
وتحية خاصة للجيش الأبيض اللي راه واقف وصاهر على سلامة كل جزائري. نوجه له تحية كبيرة، نقول له ربي معك إن شاء الله، وربي يرفع لنا هذا البلاء إن شاء الله. ان شاء الله. بيا رحولي راهي حاضره معنا، نقول لك صحه عيدك، كل عام انت بخير، مرحبا بك في تلفزيون الجزائري، على قنوات تلفزيون الجزائري، القناه الاولى والقناه السادسه. شكرا على الاستضافه اول شيء، وصحه عيدكم انتم ثاني، وصحه عيد كل الجزائريين وكل امه اسلاميه، وخاصه صحه عيد الجيش الابيض اللي فوتوا هذا اليوم، هذا العيد الخاص فوتوه في المستشفيات. وان شاء الله حنا نتمنى من هذا المنبر ربي يشفي كل المرضى اللي هما متواجدين في إن شاء الله يا المستشفيات، وان شاء الله ويرحم الموتى اللي راهم تحت القبور، لانه نعرف كثير ناس توفوا اهلهم وداويهم في هذه الايام. او ربي يصبر كل المؤمنين. فقط سلوى، هذا الفطور بدنا ان يكون خاص بوقفه تضامنيه مع الجيش الابيض، سميناه بالجيش الابيض لانه فعلا هو جيش واقف كما الجيش. اكيد اكيد اكيد. ومعنا عبر سكايب مريم بن علال، الفنانة مريم بن علال، والفنان يحيى طبيش. مساء الخير، صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. مريم صحة عيدك. صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، كل عام والجزائر بخير والجزائريين، وكل عام وأطبائنا الأبطال بألف خير إن شاء الله. يحيى طبيش صحة عيدك، كل عام تبخير. خلينا نهنيوك ونهنيو كل الفنانين، وعلى فكرة نقولوا باللي الفنان والممثل حميد عاشوري راه في البيت تاعو بين الأهل تاعو، نقولوا الحمد لله على السلامة والعافية. مساء الخير، صحة عيدك. أهلا وسهلا بكم، صحة عيدكم، كل عام وانتم بألف خير، إن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والخير والعافية. صح رانا نمروا في ظروف صعبة، وإن شاء الله يا ربي يشد وتزول، والعام الجاي خير من هذا العام إن شاء الله يا رب. ان شاء الله يا ربي. خلينا نبدا معك مريم. مريم مره اخرى صحة عيدك. يلا مريم، الجائحه واكيد الفنان عنده دور، عنده بصمه في مساهمه في التوعيه والتحسيس من هذا الوباء، واكيد العيد حتى انتم عندكم طريقه خاصه باش نصنعوا حلاوته. صح، يعني العيد هذه المره جانا يعني في ظروف استثنائيه، يعني الانسان ما قدرش يروح يشوف يزور الاقارب ديالو، ولكن حنا ما نقولوش يعني يا حسره، نقولوا او كونترير بلي هاد باغ هاد لو جيست يعني كيكون لو سيتويان واعي، رحنا نعاونوا في الاطباء نتاعنا هكذا باش على الاقل نحدوا من انتشار الوباء هذا. دونك من رغم انه الحلاوه ناقصه يعني على العامات اللي جازوا، ولكن يعني هي حلاوه خاصه، حلاوه وعي، وكما نقولوا احنا ما يسعنا الا ان نقول الحمد لله، لانه البنادم يعني راهو الحمد لله بصحه جيده، وكاين ناس راهم قايمين وصاهرين يعني قايمين بالواجب نتاعهم. الفنان يحيى طبيش، كنت قمت بأديت أغنية شدة وتزول مع الفنانة الحاضرة معنا آية صوفيا، وهذه الأغنية دارت ضجة كبيرة ووصلت رسالة للمشاهدين للجزائريين. احكي لنا على هذه الأغنية. اول شيء نحيي كل الموجودين معك، يعني تحيه تقدير واكرام، وكل عام وانتم بالف خير، يعني للطبيب اللي موجود معك يعني الف تحيه منا ليك، يعني باسمي وباسم كل الشعب الجزائري، لانكم الان انتم في الرياده، نحن ربما نقدم فن ونقدم رسائل توعية لأنكم أنتم في الواجهة. إن شاء الله يا ربي شدة وتزول. شدة وتزول هذه النغمة الجميلة، هذه النغمة التي تعد جرعة من الأمل، التي شاركتني فيها الرائعة آية صوفيا اللي نحييها، وهي دائما متألقة ومتأنقة على الدوام، يعني من الفنانات ومن المواهب اللي حقيقة تستحق التشجيع. الأغنية يعني كانت جرعة أمل، خاصة ونحن الآن في ظل هذه الجائحة التي تجتاح العالم ككل والجزائر خاصة وتحصد الكثير من الأرواح، يعني حان الوقت للفنان يؤدي الدور، ودور الرئيسي وبث الأمل وبث هذه الجرعة من التفاؤل في قلوب الكثير. الحمد لله الرسالة وصلت يعني بصوتي وصوت الرائعة أي صوفيا، ووصلت إلى الكثير من الجمهور الجزائري، ويعني بلغ صداها عربيا لتكون أول أغنية تغنى وتبث في العديد من
الفعاليات والعديد من الحصص والعديد أيضا من القنوات العربية، وهذا إن دل على شيء يدل أيضا على أن الفن الجزائري يستطيع أن يخرج من هنا عربيا ليبث تلك الرسالة، رسالة الأمل والحب في قلوب الكثيرين. يعطيك الصحة الفنان يحيى طبيش، وصح الأغنية لحقت إلى قلوب الجزائريين. يلا نروحوا نسمعوا هذه الأغنية، يبقوا معنا. نعم. ويبقوا معنا أكيد. نعم. ونعود نقول لكم رح نرجع لك آية، خليني نغير التريح شوي لأنه أغنية موترة جدا. دكتور حكيم برنان، واحد من جنود المعازر البيضاء، شخصيا أنا بكاني كثير وفرحني كثير، بكاني نقول لكم عليه وفرحني نقول لكم عليه، أعطاني قوة إيجابية كبيرة. هو صديقنا في التلفزيون ودكتور، كتب بعد فيه دائما منذ بداية الجائحة في وسائل التواصل الاجتماعي في جمعية ناس الخيرية الأخرى، كان بالمأزر يدير لي فيديو ديال لايف ويوجه وينصح وما ملش وما تعبش، فكيف هو بال خلينا نقول المجاهد ما يتعبش، ونحن رانا في عادي في ديارنا نتعبوا. دكتور كل عام انت بخير حبيبي. الله يبارك فيك، بارك الله فيكم. وعلى كل حال حبيت نتكلم يعني باسمي باسم طاقم طبي. نعم. اكيد طبعا، اسم شخصي على كل حال. وايضا تحيه اكبر واجلال الى الطاقم الطبي اللي في بدايه الجائحه، هو يقدم في خدمه ورعايه صحيه وهذا واجبه. صح. اللي توفوا ربي يرحمهم شهداء الواجب، واللي راهم مرضى اكثر من 2400 مريض لي أصيبوا الكهرباء يشافيهم إن شاء الله، ولجميع أسلاك الأمنية أيضا طبعا، ومهندسي وعمال النظافة، وإلى جيش الإعلام اللي هو حلقة الأهم من أجل تقديم هذا الوعي. لكن قبل ما نتكلم بصفة طبيب، نتكلم بصفة إنسان بقيم إنسانية تكافل وتضامن وتطوع، نتكلم كمواطن يعني بالوعي المدني وبحس المواطنة. لازم نحترمه مؤسساتنا ونحترمه إجراءات الوقاية والتحسيس وقراراتها. هذه أول شيء. وأيضا كطبيب بهذا راه واجبي مهني، واجبي أخلاقي. صح. كما أطباء اللي راهم ذكر مرابطين ذكر في المستشفيات. صحيح. كاين اللي راهم أطباء اللي توفوا أول مرة عائلتهم راحوا يعيدوا بلا والديهم. صح. سواء كانوا ممرضين وممرضات أو كان طاقم طبي وكان زملاء اللي كانوا معنا في الميدان اللي توفوا. شفت قدرت عليهم بابليكاسيون. نعم. يعني هذا الشيء، ولكن هذا راه واجبنا. واجبنا واجب أخلاقي ومهني نقوم بدورنا، بغض النظر أن تشوف حنا سلوكات سلبية اللي تشوفوهم، لكن حنا لازم نكونوا إيجابيين. حنا ماذا بينا حنا بغض النظر نعرف إمكانية الدولة تاعنا، لكن كل واحد يقوم بدوره، والحمد لله مقارنة بين دول اللي منظومة الصحية تاعها انهارت، لكن حنا وقفنا وبإمكانياتنا والحمد لله ربي وفقنا بالإرادة تاعنا وبالعزيمة. نعم. وبالتضحية تاعنا، لكن حنا تضامنا اللي نحب أنا ماذا بيا الشعب ولا المواطن كيفاش وش هي طبيعه التضامن معاه. نعم طبعا. نعم. التضامن كما قلت شعبا حكومه، هو الشعب فيه كثير من الفئات، جبنا الاعلاميين جبنا الرياضيين. نعم. حتى الفنانين عندهم دور كبير جدا. ايا صوفيا مشروع جميل جدا، احكي لنا عليه. ايا
مشروع شدة وتزول جاء في ظروف استثنائية، ظروف اللي احنا كنا حسينا بها من قبل، يعني جاء في أول بدايات الحجر الصحي اللي بلاك نقوله كل الشعب الجزائري أو نقوله حتى العالم كله ما تقبلوش من الأول، وكان حاس باللي وكأنه راه مخنوق ولا حاجة هكا، لأنه يعني جاء في ظروف غير على غير العادة. فلهذا الشيء يعني على حسب عائلتنا، على حسبنا نحن ثاني يعني على حسبنا كذلك نحن، قررنا أنا والإعلام يحيى طبيش أن نعمل نقول أغنية تفاؤلية أنها إن شاء الله تقول للشعب الجزائري كله وللعالم كذلك أنه رح يجي نهار اللي تمر هذه الغيمة السوداء إن شاء الله، يفتح باب للأمل، باب للتفاؤل. ومن هذا المنبر وش نقول لك، نترحم على كل اللي ماتوا، نقول ربي شفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، وإن شاء الله تكون هذه الأغنية كما وصلت لقلوب الناس أكيد. ويعني كان فيها يعني ردود أفعال ما شاء الله من أنهم يعني حسوا بها، بكاتهم ناس صح فرحتهم صح. ناس حست صح باللي فتحنا باب إن شاء الله للتفاؤل، فتحنا الباب للأمل. فنقول الحمد لله، الحمد لله اللي وصلت للقلوب، كان عندها صدى عالمي كما كانت تقول، كما كان يقول الإعلامي يحيى طبيش. شكرا. كما قلتي وصلت للقلوب، احنا دورنا كإعلاميين بالتلفزيون الجزائري نوصلوا رسالتنا للمشاهد الكريم اللي راهو يشوف فينا من خلال التلفزيون الجزائري، وايضا للاذاعه راهي حاضره معنا من خلال زميلتنا سماح. تقدر تقولي لنا ما هي رسالتكم اللي انتم تقوموا بها التحسيسيه للمستمعين اللي راهم يستمعوا لكم؟ اول شيء يعني نحيي سهيله سلمان، يعني هي المخرجه وهي اللي كتبت النصوص يعني المسرحيات في دونك احنا في المسرح الاذاعي عندنا طريقتنا الخاصه باش نوصلوا يعني الميساج للشعب والمستمعين كذلك عبر مسرحيات صغار توعويه يعني وخصصناها، يعني عندنا تقريبا شهر ولا شهرين خصصناها غير للجيش الابيض، يعني هذه رساله منا احنا كفنانين يعني. وفي المسرح الإذاعي ما رانيش غير وحدي، راه معايا مراد زيروني اللي نحييه بالمناسبة، ليندا ياسمين، سمير عيشون، كل الزملاء يعني اللي جهيدة. جهيدة يعني اللي صحيح هذا شهر ولا شهرين وحنا نخدموا في هذه المسرحيات التوعوية، وإن شاء الله هذه رسالة، وإن شاء الله الشعب يعني يكون واعي يعني باش نزيد نوعي. والناس يعني للأسف كاين بعض الناس يعني ما حبش يعني تتقبل يعني هذا الشيء اللي راهو صار في بلادنا، على كل هذا الشيء هذا الوضع راهو صار في العالم بأسره. ونتمنى كما قال الأستاذ، نتمنى الشفاء العاجل إن شاء الله اللي راهم في المستشفيات، ونترحموا على الناس اللي ماتت ربي يرحمها، والتحية الكبيرة اللي تقعد للجيش الأبيض اللي راهم من نهار بدا هذا الوباء اللي ما شافوا عائلاتهم واقفين يعني سهرانين مضحيين كل شيء، يعني قد ما نهضر ما تخلصش يعني صح. نوجه لهم تحيه كبيره بالبزاف. شكرا، يعطيك الصحه. تفضل. لا تفضلي مايس. نعم. نستمتع والله. والرياضي ايضا، الرياضي عنده دور. انت كيفاش تشوفي هذا الوضع؟ كيفاش تعاملتي مع هذا الفيروس؟ لا، هذا الوضع يعني هو وضع حساس جدا، ولكن انا شفت في هذا يعني الوضع الرياضي كان أثر كثير بإلغاء الألعاب الأولمبية هذه السنة، ولكن التأثير هذا يعني الرياضيين كلهم يعني في المدة الثلاث شهور الأولى اعتزلوا الرياضة، قعدوا في المنازل، خذوا الاحتياطات تاعهم. كاين رياضيين كثير اعتزلوا وقعدوا في المنازل تاعهم، لأنه الكلمة الأولى والأخيرة كانت للتوعية. كانوا كاين بزاف رياضيين داروا دي ميساج بيرسونيل باش الجمهور يفهم باللي هذا فيروس قاتل، ما راهوش يعني حلم، بس كاين بزاف يقول لك يعني اللي ما نعرفوش. ولكن الكلمه الاخيره للرياضي اللي شفت عايشت فيها هي معايشه الفيروس. لا. وهو يعني بالاخص احنا رياضيين قيمة التدريبات والساعة تاع التدريبات نقصوها كامل ولا يدربوا، لانه احنا الله غالب يعني كاين الالعاب الاولمبيه السنه المقبله، ولكن
خداو كل احتياطات الرياضيين ما يدربوا يعني واحد كل واحد طبعا هذه اجراءات لازم لكن حبيتك انت بايا انت كقدوه قدوه للشباب خاصه انه معروفه بايا في التاريخ الرياضي ولكن بين قوسين كنت نتمنى نشوفك سفيره نوايا حسنه في جهه معينه ان شاء الله يا ربي نقولوا ان شاء الله انت كرياضيه معروفه الجيش الابيض ممكن انا يتابع فينا حكيم بورلان دكتور يتابع فينا اكيد عندك كما الاعلامي عنده رساله صوتهم يوصلوا حتى انت عندك رساله تمدها لهم لا انا رسالتي هو الجيش الابيض هو الجيش الابيض ويدير يعني او يعمل كل اللي هو اللي هو اللي قادر عليه باش يعني باش ممكن الان ممكن الان راهم في الزوبيتو راهم يشوفوا فينا ما عيدوش مع اولادهم كل ما شافش اولاده 3 شهور لا عندي من العائله اطباء ما شفناهمش عندنا يعني اشهر ما شفناهمش في يعني في وجه لوجه ولكن انا الرساله اللي تلقيتها من كاع الاطباء هي يعني بصفتي رياضيه طيب قول لهم يشدوا ديارهم قول لهم انا بصفتي رياضيه ولا بصفتي مواطنه جزائريه شدي داري وقعد في داري ولكن احنا الميساج اللي لحقوه للناس اللي راهي ما تاخذش العين الاعتبار هو الجيش الابيض راهو تعبان تعب لانه ما داش الراحه ما خداش الراحه قسم من الراحه كما احنا ربي معه ان شاء الله في منازلنا ورانا قاعدين ورانا نشكيو مع داك هما اللي راهم يخدموا 24 ساعه 24 ساعه وكاين ميساج برك شفتوا سمعت طبيبه تهضر في غادي الجلافان باختصار قالت لهم احترموا نحن رانا هي 40 دوغري ولابسين بلوزون تاع 45 قعدنا ايماجيني والسخان الله يراهم فيهم ربي معهم ان شاء الله يا ربي معهم ان شاء الله ان شاء الله نروحوا للفنان اللي عنده هو ايضا رساله يقدمها لتحسيس الشعب الجزائري الفنانه مريم علال تكلمينا على هذا الاغنيه اللي شده وتفوت كيفاش كانت التجربه تاعك فيها كيفاش درتيها واش هي رسالتك من خلالها شكرا هو الفنان كله شعور كله احساس كله الهام احنا بصفتنا فنانين دائما نحبوا نبلغوا رساله وتكون ايجابيه للمجتمع ما كنتش نقدر نشوف يعني فيديوهات كانت تعبر على يعني لا ديتريس نتاع لي ميديسان اللي كانوا دائما يقدموا نفس التوجيهات والنصائح للشعب الجزائري ويقولوا له شد دارك ابتعد على التجمعات يعني الفيروس راهو حاضر هنا معنا لازم ناخذوا بعين الاعتبار كل يعني وسائل الوقايه احنا كي شفنا هذا الشيء حبينا يعني بصفتنا فنانين تعاونوا يعني وتكون وقفة تقدير وعرفان واحترام للجيش الأبيض وتكون أيضا يعني عبارة عن مجموعة من النصائح لكامل الشعب الجزائري هكذا باش يكونوا واعيين أكثر وإن شاء الله نقدروا نتغلبوا أكثر يعني على هذه الجائحة حاسين تعبكم وشقاف كل شي نقص مهم عليكم نكون واعيين ولنفوسنا واقيين رانا نشوفوا في العمل تاعك ونشوفك راكي متأثرة الفنانة مريم علال مريم بن علال هي صح ظروف رانا نعيشوا فيها ظروف حساسة إن شاء الله ربي يخرجنا عليها يخرجنا منها ان شاء الله خرجنا منها بالخير ان شاء الله يا ربي ان شاء الله مريم يعطيك الصحه اختي شكرا كثير على هذه المساهمه اكيد هي مساهمه فنيه عندها قيمه كبيره جدا شكرا كثير خليكم بخير ان شاء الله راح نتبعوا هذا المقطع من الاغنيه يلا في ميدان اصبح وعشيا كلامك الابد نسمعوه نفهموه ونحترموه طبعا هكذا هي المساهمات لكل فرد طبعا الوقت دهمنا نخليكم كلمه فقط حكي كلمتي الاخيره الشكر الجزيل للقناه العفو التلفزيون العمومي وشكر لكل واحد من رياضي فنان ليمد هذه الرسالة بإيجابية وكل واحد يساهم بأنه ينقل هذه التوعية ونشر الثقافة الصحية من أجل احترام كله باش نحمو نفسنا ونحمو الغير إن شاء الله وإن شاء الله هذا العام إن شاء الله يرفع علينا ربي البلاء والباء إن شاء الله ونتمنى الصحة والعافية لجميع مرضانا
لا ننسى أنه شدة وتزول كانت كذلك محطة أمل للأطباء ثاني الجيش الأبيض، لأنه أنا شخصيا عايشة هذه التجربة مع الأم تاعي لكونها من الجيش الأبيض. نقول لهم شدة وتزول إن شاء الله، يعطيك الصحة ويفتح بيبان الخير. يعجز اللسان، واش نقول لكم؟ نقول لكم ربي إن شاء الله إن شاء الله يرفع لنا هذا الوباء وهذا البلاء، ونقول لكل الشعب الجزائري مرة ثانية صحة عيدك وشدوا ديالكم يرحم والديكم. يعطيك الصحة. باهي باختصار، نتمنى عيد سعيد للأطباء بنفس هذا اليوم، ونتمنى لهم كل النجاح وكل، وإن شاء الله يا ربي نعطوهم احنا بقوتنا اللي رانا فيها نمدوا لهم القوة باش يكملوا المهنة تاعهم ويكملوا العمل. شكرا الفنان يحيى بن طبيش، الفنانة مريم بن علال، كنتوا معنا في سكايب. شكرا لكم ضيوفي على حضوركم معنا، نشكركم على المتابعة، نقول لكم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، اللهم ارفع عنا البلاء، آمين يا رب العالمين، من دمتم سالمين غانمين معافين. أمين يا رب العالمين. حتى أنت سعدت كثيرا بالعمل معك يا سلوى، شكرا لك. تحية للصلاة تاعك استوديو رقم واحد، تحية كبيرة جدا للمخرج حكيم بدابة، محسن بوزرطيط الرائع والمتألق دائما، مساعد المخرج، كل التقنيين، كل عمل، شكرا كثير. تحية كبيرة جدا للشعب الجزائري أينما كان أينما تواجد، لكل مرضى ربي يشافيكم إن شاء الله شدة وتزول، الأطباء تحية كبيرة جدا، جيشنا الوطني الشعبي تاج راسنا، ربي يخلينا بلادنا حبيبتنا الجزائر. تحية لكل مرضى صدق ابراهيم، ربي يطولنا يخليك لينا ان شاء الله زوجة والابناء والام. تحيه في الامان. كلامك الابد نسمعه نفهمه ونحترمه.